طيب يلا بينا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني إن شاء الله الكورس بإذن الله يكون يعني سهل ومبسط، ونحاول بقدر المستطاع إن يعني نوفر وقتكم وما يكونش فيه وقت ضايع يعني. فنحاول بقدر المستطاع يعني ما نطولش إن شاء الله في المحاضرة، وفي نفس الوقت نركز على يعني نركز على الموضوع والنقاط المهمة اللي انت محتاج تتعلمها في البداية، وبعدين انت هتبني عليها يعني. يعني عامة اي كورس مش الهدف منه ان انت تطلع بروفيشنال، مفيش كده في الدنيا. هو الهدف من اي كورس ان انت بتتحط على الطريق وتاخد اكبر قدر من المعلومات، بحيث ان انت بعدين تبني عليه بقى. والفكرة انه الاساس يكون صح، تبقى فاهم. فاذا انت فاهم فان شاء الله ايه يعني هتعرف تبني بسهولة يعني. خلاص طيب، فيلا بينا عشان يعني نستغل وقتنا. اول حاجة احنا في محاضرة النهاردة بنتكلم عن جزء يعني تعتبر جزئين، جزء نظري وجزء تطبيق على الكلام ده. كان يعني انا فاكر كان عندي مشكلة في الريفت كبيرة، انه يعني انا فاكر يعني 2013 و14 وفي الوقت ده كده خدت اكتر من كورس في الريفت. كانت المشكلة العائق دايما هي انه الريفت فيه نظري كتير، فبتلاقي 3 محاضرات في الاول تقريبا نص الكورس او حاجه نظري، فانت بتتوه في النص فما بتفهمش. فاحنا هنحاول نعمل ايه، هناخد جزء نظري مع عملي، نظري مع عملي نظري، بحيث ان انت طول الوقت ما تملش من البرنامج. فاول جزء في النظري هو موضوع البيم. البيم كلمه بيم اختصار لبيلدنج انفورميشن موديلنج، معناه ايه؟ معناه ان هو عايز يجمع معلومات المبنى. واحنا هنا طبعا بنتكلم عن المقاولات، بنتكلم عن يعني اذا بنتكلم على ديزاين فهو الديستريبيوشن، ولكن بنتكلم في الموقع هو في الاخر مشروع موديل. فالموديل هو عايز يجمع كل المعلومات الخاصه بالمشروع دوت، اللي هو ليكن مثلا هنفترض ده بيلدنج ايه او البيلدنج مثلا احنا هنشتغل عليه. فهو عايز يعرف كل المعلومات اللي تخص المبنى ده، شغل الكهرباء اللي فيه عامل ازاي، شغل الميكانيكا عامل ازاي، شغل المعماري المدني، مين يبدا الاول مين ينتهي يعني، وهكذا. كل معلومات المبنى عايز يجمعها في شكل موديل. فمن هنا جت فكره الايه، البيلدنج انفورميشن موديلنج. لانه كان قبل كده كان موجود الاوتوكاد، اللي هي ايه، منصه الكاد او برنامج الاوتوكاد. الكاد دي اختصار كمبيوتر ايديد درونج. يعني كان في الاول الكاد، وكان قبل الكاد ان الناس كانت بترسم على ورق، يجيب ورقه كده ايه، ورقه كبيره كده، ويجيب مسطره وقلم رصاص، شغل بقى المهندسين ايه يعني على ابوه، يجيب مسطره ومنقله وبرجل ويقعد يرسم المبنى والزوايا، ويرسم المبنى في شكل لوحه، وبعدين تروح تتنفذ في الموقع. فلما ظهر الكمبيوتر بقى في ايه، كمبيوتر ايديد درونج، بدأ الكمبيوتر يساعد في الرسم الكلام ده. وكان في برامج قبل الاوتوكاد لحد ما ظهر الاوتوكاد، وبدأ ان الاوتوكاد يعمل ايه، يساعد في رسم الايه المشاريع ديت. فبدأ يبقى فيه في صدى صوت. طيب فبدأ انه يبقى حاول طيب فبدأ انه الاوتوكاد يساعدك في ان هو يعمل لك رسمة سهلة تتنفذ في الموقع. يعني هحاول اقفل اي حاجة بتعمل. طيب فكان لحد كده ايه، خلاص احنا كنا شغالين مانوال بالورقة والقلم والمسطرة والمنقلة والبركل، بعدين بقينا شغالين بالكمبيوتر. بعدين هو ليه في مشكلة في الاوتوكاد؟ ايه المشكلة في الاوتوكاد؟ انه بيرسم المبنى 2D. فانت دلوقتي لو انا عندي مثلا لوحة فيها شوية كشافات انارة كده زي ما انت شايف، حلو، وبعدين لوحة تانية دي بتاعت كهرباء، ولوحة تانية بتاعت ميكانيكا مثلا، وبعدين الراجل بتاع الميكانيكا ده عنده مثلا بايب ولا اي حاجه ماشيه في مكان الكشافات، او الراجل ده عنده تري وده عنده بايب، وده في نفس المكان وده في نفس المكان، احنا مش شايفين بعض. فنروح في الموقع نعمل ايه، نتخانق من اللي يشتغل الاول، ومن اللي يركب، وده مكان مين، ومين اللي ليه الابر هاند. وفي نفس الوقت ما هوش دقيق. يعني اذا انا مثلا رسمت كشاف هنا او سكت او ايا كان، تنزل في الموقع تلاقي الكشاف مختلف، او حطيت لوحه مثلا حطيتها انت كده على جنب، تروح تنفذ في الموقع تلاقيها مختلفه. فبدا في مشكله دلوقتي ان الاوتوكاد والرسومات اللي خارجه من البرنامج اللي هو الاوتوكاد ما هياش ما فيها مشاكل. بتخلي في مشاكل فين؟ في السايت. مشاكل قليله؟ لا، مشاكل كتيره طبعا. يعني عايز اقول لكم اخر حاجه، احنا كنا شغالين في مشروع، المشروع ده يعني فيه جزء قواعد خرسانيه سيفيل، والقاعدة الخرسانية دي راكب فوقيها عمود حديد، حلو.
فده ده سيفل ستيل، ده ستيل ستراكشر، وده شغل سيفل يعني مدني، ده مكتب وده مكتب تاني، او ده مصمم وده مصمم تاني. فالراجل بتاع المدني اللي هو بيرسم القواعد ده صمم القواعد بشكل ما، والراجل بتاع الحديد صمم الحديد يعني مش في السنتر، المفروض انه يجي في السنتر، شفته شويه، شفته نتيجه ايه بقى؟ جات له رسومات قديمه، جات له مش عارف ايه اللي حصل، المهم يعني في ايرور حصل، فالعمود الحديد بقى في مكان تاني غير المكان اللي المفروض يكون فيه. فاكتشفنا المشكله دي فين؟ وانت في الموقع بعد ما صبيت القاعده الخرسانيه وخلصت، يلا يا جماعه نركب الحديد، لقينا الحديد جاي بره. فاهمني؟ طبعا يعني في تفاصيل مش هيهمنا دلوقتي نحكيها، لكن في الاخر كان في مشكله نتيجه انه ما فيش تنسيق، ما فيش رسمه اكيوريت، ما فيش تنسيق ما بين الاقسام وبعضها، ففي مشاكل كتير بتروح للسايت. وهنا بيظهر بقى السايت بيحل اي حاجه في الاخر، يعني ما تشتغل ان شاء الله مهندس موقع، كل مشاكل السايت بتتحل، ولكن بتتحل بكوست. يعني انت ممكن في حاله زي ده تكسر القاعده الخرسانيه تاني وتصب من جديد، هو حل بس حل بايه؟ بكوست، وكوست بتبقى عاليه في بعض الاحيان، وبتزعل كوست وتايم طبعا. واحنا مشكلتنا اصلا كانجينيرنج انت بتحاول تمينمايز الكوست، تمينمايز التايم، وتعمل اعلى جوده. فاذا انت كده ايه، في مشكله في الرسومات بتاع الاوتوكاد. فمن هنا الراجل بقى اللي فكر في نظريه او في مبدا البيم، قال لك لا، طب احنا يا جماعه ايه، احنا مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين نجمع. احنا كان عندنا مشكله هنا في بتاع السيفل شغال مع نفسه اللي هو، وبتاع الستيل ستراكشر الحديد شغال مع نفسه مثلا، وبتاع الكهرباء قسم تاني، واحيانا بيبقى فيه مكتب. يعني هتلاقي مكتب ام اي بي ده واخد شغل الكهرباء للمشروع، ومكتب تاني خلاص ديزاين تاني شغال ارك مثلا، شغال في المعماري خلاص، وممكن تلاقي مكتب تالت شغال مثلا في سيفل ولا حاجه. في الاخر الناس دي كلها ايه يا جماعه، في ايه؟ فانت مين اللي هينسق ما بينهم؟ وحتى لو نسقت انت الاوتوكاد في الاخر عمال تعمل لي فاينل وفاينل واحد وفاينل اتنين، احنا مش عارفين مين اخر فاينل فيهم، فدايما بيحصل مشاكل. فهو فكره الريفت او البيم عموما يعني قال لك لا، جمع كل الناس دي كلها وحطها في حته واحده خلاص، منصه واحده، نجمع بقى نجيب في الاخر مش الناس دي كلها شغاله في مبنى واحد. ايوه خلاص، احنا بقى هنعمل لك المبنى الواحد ده، وبعدين انت من المبنى ده انت تشتغل منه، وانت تشتغل منه، وانت تشتغل منه، وتجمعه في مبنى واحد. فنجمع سواء بقى كهرباء ميكانيكا، كل دي اسمها معلومات، انفورميشن، فنجمع كل الانفورميشنز دي ونحطها في مكان واحد، وهو دي فكره ايه، البيلدنج انفورميشن مانجمنت، ان احنا نجمع المعلومات كلها في مكان واحد، اللي هي في الاخر فكره المركزيه. ما فيش حد شغال مع نفسه، في مركز، في سنتر احنا بنجمع فيه معلوماتنا كلها. طيب، وبالتالي هنا ايه، ده مفهوم الموديل اللي يهمك. ما تشغلش بالك بقى كتير بكلمه بيم. بيم بقى هتلاقي في واحد قاعد شغال كهرباء، واحد ميكانيكا، واحد شغال بالريفت، شغال بحاجه تاني، واحد شغال كوردينيتور بينسق ما بينهم عن طريق برضو الفايل ده، واحد بيعمل كرييت لحاجه اسمها فاميلي زي ما هنشوف، كلها وظائف يعني ايه، اشتقت بعد ذلك في من نظريه البيم دي. طيب، هتقدر انت تجاوب على النقطه الثانيه، طب ايه الفرق بين الاوتوكاد والريفت بدون النظر الكتير؟ هو في الاخر الاوتوكاد راجل طيب بيرسم 2 دي، ما بيعملش كوردينيشن، ما بيقولكش مين يشتغل قبل مين، ما بيدكش ابعاد حقيقيه مظبوطه للكومبوننت او الفيكشرز اللي موجوده. لكن الريفت او البرنامج المقابل ليه اللي هو اي برنامج من برامج البيم، لا، الراجل ده بينسق، بيحط اقسام مع بعض، بيحط ده مع ده مع ده، بيعمل ممكن يقول لك احيانا بنربطه زي ما هنشوف دلوقتي بتايم، ان انا ممكن اقول مين يشتغل الاول ومين الاخر. فاهمني؟ فبدا يبقى يعني فكره البيم بدا يبقى لها مزايا كتيره. ممكن نختصر سريعا كده بعض المزايا اللي في يعني اللي في البيم. اول حاجه واللي عليها التركيز كتير اللي هو الكوردينيشن، التنسيق ما بين الاقسام وبعدها وبعضها. يعني فكره الريفت والبيم عموما بيقدر ان هو ينسق، يحط لك هنا كشاف، وبعدين لو مشي تري كده او مشي اي حاجه تاني في كهرباء مثلا، ولو افترضنا ان جت بايب بتاعت ميكانيكا، ماسوره ميكانيكا ومعديه كده، فخبطت في الكيبل تري اللي ماشي هنا، الريفت بيقول لك خد بالك ان في مشكله، ومش هيسيبك تعديها، يعني هيقول لك ايه، حلها، مش هيطلع لك موديل مظبوط بدون ايرورز غير لما انت تحل. طب هتحل ايه؟ طب ده يمشي من فوق وده يمشي من تحت، طب نعمل كذا، فتبدا تحل، يقول لك خلاص يا عم يلا ايه، احنا الموديل تمام، فمش هيسيبك ان انت تعمل غلط. فاول فكره هي الكوردينيشن. النقطه الثانيه
في البرنامج الريفت او برامج البيم، ان هو بيقدر يعمل تايم سكيدول، يقدر يربط مع برامج خاصه بالتايم. ان انا ممكن اقول انا عايز انفذ المشروع ده مثلا اللي هو المبنى ده في 6 شهور، حلو مثلا. فانا كنت في الاوتوكاد، والاوتوكاد ما يفهمكش، ما 6 شهور ولا سنه ما عندك لوحه اروح يعني نفذ زي ما انت عايز اعمل لك ايه. الريفت لا، بيقول لك اه طب انت عايز تنفذ 6 شهور، او تروح في برنامج تاني مثلا زي البرومافيرا مثلا، البرامج الخاصه بالتايم سكيدول اللي هي تعمل تايم للمشروع، ويروح رابط لك هو البرنامج ده بالريفت. فالريفت يقول لك اه انت عايز تخلص في 6 شهور، خلاص يبقى الكيبل تري ده ياخد مثلا انت حاطط له يومين او ثلاثه، وده ياخد مش عارف 3 ايام، وده 4 ايام، وينسق ما بينهم ويقول لك مين يبدا الاول، يعني يقول لك ده يبدا الاول ده الاخر. فهنا بدا يربط مع تايم سكيدول للمشروع. النقطه الثالثه برضو في البيم، انه يقدر يعمل كوست اناليسيز، يقدر ان هو يقول لك ايه تكلفة ده كام، يعني الكيبل تري والبايب وكذا وكل ده هيتكلف كام، ويطلع لك قصة المشروع. الريفت الاوتوكاد ما يقدرش يعمل كده خلاص. زي طبعا من ضمن برامج الكوردينيشن النافيز ورك، هتسمع عنه كتير. يعني احنا الليلة دي كلها بتاعت البيم اشهرهم واقواهم هو الريفت خلاص. ولكن بقى البرامج التانية اللي الخاصة بالكوردينيشن زي النافيز ورك بيخدم على الريفت، التايم سكيدول زي البرامافيرا بيخدم على الريفت، الكوست اناليسيس برضه، وهكذا. يعني كل حاجه من الحاجات دي بيبقى فيه برنامج، والبرنامج ده يربط مع الريفت، بحيث ان في الاخر الريفت ده ماله المركز، مركز الليله كلها. فحتى انت لو حبيت فيما بعد تشتغل اي حاجه في تخصصات البيم، لازم تبقى فاهم ريفت كويس، وتبقى فاهم انه ده الاساس بتاع الايه؟ بتاع البيم عموما. طيب احنا كده ايه قلنا المقدمه النظريه اللي لازم تتقال. الريفت بقى وواجهة البرنامج، طبعا احنا بعد المفروض كلنا مسطبين يعني الريفت وايه وجاهزين ان شاء الله على الشغل. فانت دي بعد ما تفتح البرنامج، طبعا احنا ملفات الريفت بنفتح البرنامج الاول وبعدين نحمل الملفات خلاص، ده الترتيب بتاعه. فغالبا الشكل ده ما اتغيرش كتير، يعني اخر فيرجنات يعني انا فاتح 24، انت هتلاقي عندك 23 22 واحد، كل ده هتلاقي تقريبا نفس الايه، نفس الفيو، مفيش اختلاف. عندنا 4 حاجات مهمة جدا بالنسبة لواجهة البرنامج، لازم نكون يعني فاهمينها كويس. عندنا كلمة هنا موديلز وتحتها اوبن ونيو، وبعدين فاميليز وتحتها اوبن ونيو. طيب لازم نفهم الأول يعني ايه موديل، ونفهم يعني ايه فاميلي عشان نبدأ نشتغل على البرنامج. طيب كلمة موديل يا شباب هي زي ما احنا قلنا كده، هو المشروع، الموديل ده هو المشروع اللي هو ملف الريفت خلاص. يبقى المشروع او ملف الريفت المبنى ده هو ده الموديل، وده الاكستنشن بتاعه، الملف بتاعه بيبقى دوت ار في تي. فاكر انت الاوتوكاد كان بيبقى دوت ايه، دي دبليو جي، ده دوت ار في تي يعني ريفت ايه بروجكت، ده مشروع ريفت. يعني انت لو جيت على المشروع اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله مدرسه، وخدت اي ملف من دول وقلت كليك يمين بروجكتس، هتلاقي ايه، هتلاقي دوت ار في تي، ده كده ملف ريفت. طيب ملف ريفت ده اقدر انا من هنا من اوبن افتح اي حاجه دوت ار في تي، وهتلاقي شيء في ار اف اي وار تي هنقولهم دلوقتي. يبقى ار في تي ده ملف مشروع ريفت اقدر افتحه. طيب الاكستنشن الثانيه اللي بعد كده اللي هي مين، ار تي اي. ايه ار تي اي؟ ريفت تمبلت. تمبلت بقى ليه؟ هترجع انت للمفهوم اللي انا قلته لك من شويه، انه ريفت عايز يجمع الكهرباء ويجمع الميكانيك ويجمع المعماري ويجمع المدني، يجمع كل الناس على مكان واحد. فقابله مشكلة اللي هي هيخلي فيه مركزية لكل الناس. ايه المشكلة اللي قابلته؟ المشكلة انه في ملفات كتيرة، وفي تفاصيل كتيرة، في اقسام كتيرة. فبدأ يعمل تمبلت. يعني ايه تمبلت؟ نموذج، نموذج زي السي في كده، سي في تمبلت، تجيب السي في وتحط ايه جاهز، تحط اسمك وتحط مش عارف خبرتك، وفي الاخر الايه انت واخده من صاحبك، فده اسمه تمبلت. فالتمبلت ده هو فايل يعني بمجهز، مجهز للعمل. فبدأ يعمل لك ايه، خلاص يا عم هنعمل لك ايه تمبلت اللي هي ار تي اي دوت ار تي اي، نعمل واحد مثلا للكهرباء خلاص الكتريكال، ونعمل واحد للميكانيكال يبقى ميكانيكال تمبلت، ونعمل واحد للمعماري، ونعمل وهكذا. طب ليه احنا بنعمل تمبلت؟ بنوفر عليك بس، يعني انت اذا انت يعني مش عايزينك تزعل، هو موضوع بسيط. هو في الاخر الراجل عايز يحاول يعمل تخصصية، فيديك تمبلت انت ايه جاهز، توفر عليك شغل. والدوت بتاعه او الاكستنشن بتاعه ار تي اي، ريفت تمبلت خلاص. طيب دول نقطتين او 2 اكستنشن مهمين، الاثنين التانيين وهم الخاصين بالفاميلي خلاص. هو اداك تمبلت هتشتغل عليه،
قال لك بقى انا بجمع لك الكومبوننت بتاعتك انت ككهرباء، خلاص اللي الكشافات مثلا السوكيتس، يعني هو عمال ايه، بدأ من فوق مسك المشروع قسمه الاقسام، بعدين خد القسم وليكن مثلا الكتريكال، ايه ده نجم الاقسام يعني، ده البوب الكبير. فالالكتريكال ده قال لك خد بالك الالكتريكال ده عندنا ايه، ده فيه لايتنج، بدأ يبقى فيه تفريعات هو كمان، وبدأ يبقى فيه ايه سوكيتس، وفي بانل سكادول، وفي تفاصيل تانية. فقال لك خلاص ايه، هنجمع بقى مثلا اللايتنج ده فيه تحتيه ايه، في كشافات، في مفاتيح، في كوندوتس. فده يعمل لك فاميليز. فاميليز يعني ايه، يعني يعمل فاميلي خاصة بالكشافات، يعني ياخد مجموعة الكشافات كلها ويجمعهم مع بعض في شكل فاميلي. بمعنى ايه، هو دلوقتي الكشاف بالنسبة للريفت يا شباب هيبقى 3D، انسى بقى كلمة الاوتوكاد. الاوتوكاد كان عايز ترسم كشاف روح اعمله 60 في 60، عايز ترسم اعمل اي حاجه انت في الاخر، واير خطوط تعمل اللي انت عايز. في الريفت مفيش كده، الكشاف بالنسبه له ده مود، ده ايه، ده يعني ده حاجه 3 دي، حاجه معروفه ومفهومه. الكشاف بالنسبه له يعني اكن يعني ايه، الكشاف ده بالنسبه له هو الحقيقي 3 دي، هو موجود وشايفه وعارفه. الكشاف بالنسبه له ليه فولت، والفولت بتاعه كام، عارف كل التفاصيل بتاعته. فانت ما ينفعش تقول له ايه، انا هرسم انا كشاف بمزاجي واعمله كده، ما فيش الكلام. هو الكشاف بيجي لك كده جاهز، فبيجمع الكشافات دي تحت فاميلي، فمثلا يسميها ايه، لايتنج فيكشر فاميلي مثلا، تمام، يجمع لك شويه كشافات ويسموهم فاميلي. معلش بقى الماوس مش، ويجمع مثلا السكوت ويعملها فاميلي 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 فاميليز كتيره، خلاص يبقى جمع الكهرباء كلها في فاميليز. طيب انا بقى عايز افتح هشتغل مثلا كشافات، فعايز اجيب فاميلي الكشافات. فلما تروح تجيب الفاميلي دي مش هتلاقيه فايل ريفت عادي، لا هتلاقيه دوت ار اف اي. ايه ار اف اي ده؟ ريفت فاميلي، يعني انا عايز انزل فاميلي. الفاميلي دي لازمتها ايه، هتجيب لي شويه كشافات اشتغل بيهم، كشاف 60 60 كشاف، بيجيب لك جاهز نموذج جاهز، فاهمني، فاميلي جاهزه انت تشتغل بيها، مش هترسم، مش زي الاوتوكاد. عايز سوكت هتروح تجيب فاميلي سوكت، عايز ماسوره هتجيب ايه، فاميلي كوندوت او بايب، وهكذا. فهنا جت فكره الفاميلي، فبقت هنا دوت ار اف اي. طيب قال لك بقى الفاميلي دي قصه كبيره، في ناس قاعدين شغالين بكرييت فاميلي، يعني الكشاف ده انت عشان تعمله ما هوش خطوط زي ما احنا اتفقنا، ومش انت اللي هتعمله، مهندس تاني بقى قاعد يعمل فاميلي، واحد متخصص في الفاميلي قاعد شغال عمال يكرييت فاميلي. وطبعا الشركات بتاعت الاناره مثلا عندها تيم قاعدين يعملوا مثلا زي فيليبس، قاعد يعمل كشافات فاميلي ريفت ويديها لك عشان انت ايه تشتغل بيها على الريفت. طب هو اللي بيعمل كده لانه الفاميلي اللي هو عملها دي نفس ابعاد الكشاف وخصائصه وتوزيعه الاناره بتاعته وكل حاجه، هو بيصنعه في الحقيقه ويبيعه. فلما انت بتحطه في الريفت بتروح تقول للمالك هات لي الكشاف ده من الراجل ده، خلاص. الريفت هنا ما بيتعاملش ان انت تعمل لي مربع 60 في 60 وانا اروح اشتري اللي انا عايزه، لا، الكشاف ليه اسم جوه الريفت اللي هي الفاميلي بتاعته، وتروح عند الراجل بتاع فيليبس تقول له اديني الكشاف اللي في الريفت ده اللي هو اسمه كذا، فيديهولك، فاهمني؟ فاحنا هنا طيب، فالناس بتوع فيليبس، بتوع شنايدر مثلا في السوكتس، بتوع ليجراند في السوكتس، بيقعدوا يعملوا فاميلي، فنروح احنا نجيب منهم الفاميلي دي نشتغل بيها. فعنده مهندس قاعد بيعمل فاميلي، فالمهندس اللي بيعمل فاميلي ده برضه الريفت ما سابوش، قال له انت عايز تعمل فاميلي؟ اه. قال له طب الفاميلي دي كهرباء ولا ميكانيكا ولا فراح عامل له تمبلت وده اخر اكستنشن، معلش، عامل له تمبلت فاميلي، خلاص، اللي هو انا هديك نموذج جاهز للفاميلي اللي هي الار اف تي، ريفت فاميلي تمبلت، مش هتتعرض ليها كتير، ولكن هو تمبلت. اذا انت عندك ملف ريفت عادي خالص، ملف معماري كهرباء ميكانيكا اسمه ار في تي، وعندك ار تي اي ده هيديك تمبلت عشان نشتغل بيه كهرباء، هنشوف دلوقتي، وعندك ار اف اي ده فاميلي تديها لك تشتغل بيها. ولو انت راجل بتكرييت فاميلي، انت بقى بتصنع الفاميلي او بترسمها 2D و3D بقى وتعيش حياتك زي الشركات اللي قلنا عليها، فبيديك تمبلت جاهز تشتغل عليه، فيسموه لك ريفيت فاميلي تمبلت. خلاص، دي تقريبا ايه كل الاكستنشن اللي انت ممكن تحتاجها. طيب تعالى بقى ندخل في الموضوع، احنا كل ده عمالين نتكلم نظري، يعني خلينا ندخل بقى في العملي من اول هنا. بسم الله، من الاول هنا احنا قلنا اتفقنا الراجل ده اللي عمل الريفت، يعني في طريقه تفكيره عايز يخلي فيه مركزيه، المركزيه ده هيسميه سنترال، خلاص، ده سنترال فايل. السنترال فايل ده هيعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لك خلاص انا هجمع في كام واحد يا شباب مثلا شغالين في كهرباء، هحط هنا مثلا ادي في واحد شغال في اللايتنج مهندس، خلاص،
وفي مهندس تاني شغال في السوكيتس في المكاتب بقى الكلام ده، ادي ده مهندس ادي ده التاني، وفي مهندس تالت شغال مثلا في البانل سكادول، تمام. كل دول تحت مين؟ تحت قسم الكتريكال في قسم الكهرباء. فالريفت قال لك ايه؟ خلاص الراجل اللي شغال في اللايتنج ده هيسمع في الملف السنترال ده، واللي شغال في السوكت يروح برضه يسمع في السنترال، واللي شغال في البانل سكادول برضه يسمع في السنترال. طيب خلاص ماشي اتفقنا، ادي كهرباء، قال لك وادي ميكانيك، هنعمل لهم كمان هم كمان ايه يعني ايه فايل برضه سنترال. طيب مهندسين الميكانيكا عندهم ايه؟ عندهم واحد شغال في البلامنج السباك الصرف وما اعرفش ايه الحاجات الجميله دي، وعندهم واحد شغال في ايه؟ في التكييف مثلا الاتش فاك، وعندهم واحد شغال في مين؟ في مثلا الووتر سبلاي الميه، اقسام. فقال له خلاص انت بتاع يا بتاع الفاير فايتنج ويا بتاع الاتش فاك يا بتاع الووتر سبلاي كلكم لازم أن ترفعوا شغلكم على السنترال فايل بتاعكم الميكانيكال سنترال فايل، وانت بتاع كهرباء ترفع على الميكانيك على الالكتريكال سنترال فايل، وانت بتاع معماري هترفع برضه نفس القصه على السنترال فايل بتاعك. خلاص في برضه هنا مهندسين معماري كتير قاعدين ما شاء الله يعني زي ما انت شايف، خلاص في هنا انجينير. فكده كل مجموعه هو بدا يتحول للمركزيه زي ما بقول لك، بدا يجمع بتوع ميكانيكال على فايل سنترال، كهرباء على فايل سنترال، معماري على فايل سنتر. وبعدين ما انا كده انا مش شايف مش شايف الاقسام التانيه، قال لك لا هتشوف بقى الاقسام التانيه عن طريق لينك، هتربط الاقسام، انت كهرباء هتشوف ميكانيكا وتشوف مين معماري عن طريق لينك، هنشوفه واحنا شغالين اللي هو انا هبقى شايف الناس دي. وبالتالي لو انا افترضت ان في هنا مهندس اسمه احمد مثلا، فاحمد شغال هنا في الاتش فاك، عمل شغل رفعه على السنترال، الشغل بتاعه جه هنا، وانا قاعد في الكهرباء عايز اشوف الاتش فاك عشان احط له سوكت او ايا كان، فهقدر اشوف ده كلينك فهشوفه وانا في كهرباء. كذلك معماري، انا كنت حاطط على الايه مثلا في مهندس شغال هنا وانا حاطط سوكت على الحيطه مثلا على الاول، وبعدين مهندس هنا حرك الحيطه دي شويه لاي سبب إن كان، فانا شايف اللينك فاشوف ان الحيطه اتحركت فاحرك السوكت، فاصبحت انا شايف ايه الميكانيكال وشايف المعماري، والمعماري شايف الكهرباء برضه جاي له كده ايه شايفني وشايف الميكانيك عن طريق لينك، والميكانيكا شايفني وشايف مين المعماري، خلاص زي ما احنا هنشوف دلوقتي. فكده هو الراجل في الاخر وصل لايه، ان الناس كلها شايفه بعض وكله مربوط على فايلات سنترال، فبتاع ميكانيكا عنده سنترال، ده عنده سنترال، ده عنده سنترال، في الاخر كلنا شايفين بعض. طيب السؤال يعني انت هتفهم اللينك دلوقتي، مش لازم يعني ما تتوهش مني، ركز معايا وهتفهم يعني ايه لينك. الكهرباء دلوقتي عايزين احنا ناخد ما يخصنا، القسم بتاعنا ده عايزين نعمل له ايه؟ هنعمل له فايل سنترال ونعمل فايلات لوكال، بنسمي ده بقى لوكال، المهندس اللي قاعد هنا معاه لوكال فايل، ده لوكال فايل، ده لوكال فايل، خلاص؟ فعايزين نعمل فايل فايلات لوكال او فايل لوكال وفايل سنترال، وبعدين بقى سنترال هنشوف الناس التانية بتوع ميكانيكا برضه عندهم سنترال وبتوع معماري عندهم سنترال، وهنبدأ نربط مع بعض. تمام؟ طيب تمام، خطوات عمل السنترال فايل. ايه الخطوات بقى اللي احنا نعمل بيها سنترال فايل؟ دي اول خطوه بتتعمل في المشروع يا باشمهندسين، انا اول ما ابدا ما بروحش افتح ريفيت، ما بروحش افتح يلا يا جماعه ايه نفتح مشروع ريفيت ونبدا نشتغل، لا احنا اول حاجه لان انت هتمشي بقواعد الريفيت بقى مش بمزاجك، انت هنا في الاخر ما انتش في اوتوكاد هتغلط هتروح تفجر البلوك وترسم لك، ما فيش هنا الكلام ده، انت في الريفيت بتمشي باختياره هو. فهو الراجل عامل سيستم، السيستم ايه؟ اول حاجه سنترال فايل، بعد ما تعمل سنترال فايل تركنه على جنب وتسيبه وتشتغل لوكال، خلاص السنترال ده بقى هو هيخلي الاقسام التانية تشوف ازاي ان كاريت سنترال فايل نشتغل عليه ككهرباء. هتلاقي هنا الخطوات، اول حاجه من قائمه نيو تختار تمبلت الكتريكال تمبلت، فين بقى الكلام ده؟ ادي نيو، ما بنبداش باوبن، هنبدا نيو. ايه ليه نيو؟ عشان زي ما قلت لك انت عايز تقول له، هو عايز يفهم انت كهرباء ولا ميكانيكا ولا معماري ولا انت مين، فانت هتقول له لا انا عايز التمبلت اللي جاهز عندك الخاص بكهرباء عشان انا راجل بتاع كهرباء وعايز اعمل سنترال كهرباء. فالتمبلت فايل ده هتجيبه منين؟ هتلاقيه اصلا هو نازل يعني شوف هنا ديفولت مالتي ديسيبلين متريك، هتلاقي يعني ايه التمبلت لو نزلت كده الحاجات دي حاجات نازله مع الريفت اصلا يعني، تمام. ولكن انا اي مديكو هتلاقي هنا في تمب، انا مديك تمبلت هتشتغل بيه في الملف بتاع المشروع تمبلت اهو، خلاص
يو اس مترك. التمبلت ده خد بالك الوحدات اللي بنشتغل بيها في امبريال وفي مترك. مترك ده اللي هي بالمتر، لازم أن تختار مترك. لو لقيت، لو اخترت اي حاجه تانية هتبقى فيها مشكله. فتختار هنا، بص هنا ادي ادي تمبلت ميكانيكا. لو انت عايز تحول لقسم ميكانيكا مفيش مشكله، ممكن تفتح ده وتشتغل. عايز استراكشر ماشي، عايز شوف انت ايه كل التمبلت ايه. فانا عايز الكتريكال تمبلت بس، واقول له شوف هنا ار دي اي الاكستنشن بتاعه ريفيت تمبلت اوبن اوكي. طبعا هنا خد بالك في اختيارين، في اختيار بروجكت وفي اختيار بروجكت تمبلت. هنا لو انت هتعمل انت التمبلت زي ما احنا كنا بنقولها هتعمل فهم، لا انا ما اعملش تمبلت ولا ليا يعني، انا في الاخر جاي اعمل مشروع وماشي، فده اختار بروجكت. طيب هو هنا طبعا التمبلت، اه شوف برضو الريفت من النقط المهمه ان هو بيبدا لو انت التمبلت اللي انت مدخله له او الفاميلي او ايا كان بفيرجن قديم، بيبدا يابديت للفيرجن بتاعك اللي هو ال 24. لذلك كل ما انت بتعلي فيرجن الريفت كل ما يبقى افضل، لان لو عندك تمبلت مثلا 20 وانت ريفت 18 مش هيفتح، لازم أن يبقى الريفت اللي عندك اعلى من الملفات اللي انت هتدخلها له عشان يقدر يفهمها ويحولها. طيب ونبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. عيوب الريفت، اول عيب اللي انت شايفه ده، او بيقعد بقى ايه يحمل ويحول، يعني ما انتش في سهوله الاوتوكاد، في وقت بيضيع شويه في انه البرنامج تقيل. لذلك احنا بنقول هات جهاز امكانيات عاليه. ليه امكانيات عاليه؟ عشان فكره السنترال يا باشمهندسين، فكره المركزيه، كل الناس دي هتيجي في مكان واحد دلوقتي. والراجل اللي شغال لايتنج ده الكشاف بالنسبه له مش خطوط، ده كشاف بالنسبه له اوبجكت، حاجه ليها ابعاد وليها تفاصيل وليها ميجا بايتس، لها حجم والسوكتس وهكذا. فبالتالي الفايل تقيل والفايل كبير، ففكره المركزيه دي خلت الريفت تقيل وخلته برنامج يعني بياخد وقت. كل ما انت الامكانيات بتاع الجهاز تكون يعني قويه كل ما يبقى كويس. شوف بقى فتح لك التمبلت اللي احنا جبناه، جاب لك هنا ايه؟ لايتنج. عرف منين لايتنج وعرف منين الالكتريكال؟ هو ده التمبلت يا باشمهندسين، ان هو بيحاول يقول اه انت عايز كهرباء خلاص هديك الريفت، اكن زي اوتوكاد كهرباء زمان كده، لكن هو بيقول لك هيهيئ لك الريفت بما ان انت عايز تمبل الكهرباء ان هو يشتغل معاك في الكهرباء. طيب انت كده فتحت ايه التمبلت اللي احنا عايزينه، هناخد منه هنا دي نقطه ايه يعني، دي حاجه تابعه لدي بروجكت براوزر وروبرتس. فادي البروجكت براوزر اللي هي شجره المشروع. ايه شجره المشروع ديت؟ زي ما احنا كنا بنقول زمان برضو في الاوتوكاد ان عندي المشروع كده وبيبقى فيه بيبقى فيه ديسيبلينز تحتيه او اقسام تحتيه، كهرباء يعني تحت الكهرباء لايتنج وسوكيت ومش عارف ايه. فهي نفس القصه، هو هنا بيقسموا لك لايتنج وشغل وباور، يعني هو بيقسم لك. وهنا الاليفيشن شكل المشروع، الحاجات دي احنا هنتعرض ليها بالتفصيل واحنا شغالين تمام. وهنا الليجند بتاع المشروع، وهنا السكيدول لو انت هتحط البانل سكيدول، وهنا الشيتس دي اللي هتطلع تتطبع تحط فيها بقى ايه المشروع بتاعك، وتخرج تحط اللوجو بتاع المكتب ومش عارف ايه بيبقى ظاهر هنا. وهنا الفاميليز، الفاميليز دي اللي هي ايه؟ بص كده دي لو انت دوست عليها هتلاقي في فاميلي موجوده جوه اصلا اهي. هتلاقي مثلا السيلينج ليه فاميلي، الكوندويتس، الدكتس، الالكتريكال اكويبمنت. لو فتحت دي كمان شويه هتلاقي ايه؟ تحتها مثلا هنا دراي ترانسفورمر. خلاص؟ فتحتها هتلاقي 15 كيلو في فولت امبير. ده حاجات جاهزه اهي موجود في التمبلت بتاعك، فاميلي موجوده جوه التمبلت ممكن تستخدمها. تمام؟ يبقى دي تقسيمه الشجره بتاع المشروع. بعدين في عندك ريفت لينكس، اللينك دي اللي احنا نسحبها اللي هي زي ما انا قلت لك من شويه اللي هي تبقى رايحه جايه، دي لينكات هتظهر معاك هنا. فهنا دي بروجكت براوزر بتفهمك المشروع بيتكون من ايه، لايتنج وشويه فاميلي وشويه شويه حاجات كده. طيب انا عايز اخفي دي، او بالغلط دوست على علامه الاكس، اقدر اجيبها منين؟ اروح على فيو، انا عايز اظهر واخفي يبقى فيو. هتلاقي هنا من يوزر انترفيس هتلاقي في هنا بروجكت براوزر، تدوس عليها كده على متصح هتظهر تاني، لو دوست صح تاني لو شلتها هتختفي. دي اول حاجه بتبقى على الشمال من البرنامج. ممكن انت توسعها شويه، ممكن تعمل كده لو لقيت الكلام جاي طويل معاك، لانه ممكن الكلام يطول. وكل ما تضيق كده مكان ده، دي مساحه العمل هنا، احنا هنشتغل هنا نرسم ونعمل شغلنا هنا. فكل ما انت توسع دي بافضل، فممكن تعمل كده او ممكن تقفلها، ولما احتاجها ابقى اجيبها من يوزر انترفيس، يعني ايا كان بقى ايه اللي انت عايزه. الجنب التاني فيه البروبرتس، البروبرتس دي بتاعت الحاجه اللي هتقف عليه، لو وقفت على كشافها هتلاقي البروبرتس بتاعته جت هنا. طب هنا انا مش واقف على حاجه، دي التمبلت، التمبلت بتاعك دي الايه البروبرتس بتاعته، زي مثلا السكيل بتاعه 1 ل 100، زي يعني شويه حاجات تانية برضه هنتعرف عليها، زي ان ده بتاع لايتنج خاص باللايتنج.
فده برضو لو عايز اظهر واخفي هنا البروبرتيز ديت من يوزر انترفيس، هتلاقي هنا ايه اهي، ممكن تخفيها برضو كده، وممكن تخفي بروجكت براوزر وتشتغل كده ايه على نظافة، وبعدين تبقى ترجعهم تاني. طيب خلينا نخليهم زي ما هم وبعدين نكمل. طيب خلاص، يبقى انا اول خطوة يا باشمهندسين في ازاي اعمل فايل سنترال، انا كده في ماشي في خطوات ان انا اعمل سنترال فايل الكتريكال، جبت التمبلت اللي جاهز اللي هشتغل عليه، وفهمت اللي على اليمين وعلى الشمال دول ايه. بعد كده ديليت تمبلت ليفلز، ليه بقى؟ هو بيفترض لو انت نزلت هنا كده، ادي هنا لايتنج وسيلينج ومش عارف ايه، بص هنا كده الاليفيشن، لو جيت دوست دبل كليك على الاليفيشن، هو هنا بيفترض ان في مبنى، يعني هو الراجل عمل ايه؟ قال لك طيب انا دلوقتي هديك تمبلت جاهز لكهرباء، بس الان هو مشروع، هو ما يعرفش المشروع اللي انت هتشتغله ايه، فهو يعني نفترض ان عنده مبنى على ليفل 0 دورين، والدور التاني على ليفل 4 متر، افتراض يعني، يعني مش عايزك تبقى متضايق، يعني اهو ليفل 0 وليفل 4 متر، هل المبنى بتاعي فيه دورين و0 و4 متر؟ مستحيل طبعا، يعني مش يعني كل مبنى وليه طبيعته، فخلاص انا اقول الليفل اللي انت مفترضها دي ملهاش اي لازمه، علم عليها كده من اليمين للشمال كده، فاهمني؟ هتلاقيها اتعلمت معاك بتنور ازرق كده، واحذف ديليت. يقول لك متاكد ان انت عايز تشيل مش عارف ايه؟ اه شيلها. تمام، ليه انا شلت الليفلز دي؟ لان دي للمشروع الافتراضي اللي هو متخيله، انا مش عايزك تتخيل مشروع، انا عايز منك بس شويه التمبلت اللي انت اديتهمني ان هم كهرباء، انا هجيب انا بقى المشروع خلاص، فامسح الليفل دي، فبالتالي انا مسحت ايه المشروع الافتراضي اللي هو كان جايبه. طيب الخطوه اللي بعد كده، بعد ما عملت ديليت ابدا بقى ادخل الريفت المشروع اللي عندي اللي هو هيبقى سنترال بعد كده. فالمشروع اللي عندي هجيبه منين؟ هاجي من ريفت لينك، من انسرت هدخل، يبقى انسرت تمام لينك ريفت. خد بالك احنا دلوقتي ايه، مش عايزك تتوه، عملنا تمبلت جاهز لكهرباء، عايزين نجيب لينك ريفت، يعني عايزين نجيب مشروع موجود ريفت اللي هو معماري عامله او ايا كان، وندخله على تمبلت الكهرباء، فيبقى كأنه مشروع كهرباء. يعني ادوس كده على لينك ريفت واجي رايح على المشروع اللي انا مديهولكم، اللي هو مشروع المستشفى طبعا، يعني للاسف يعني كان فيه مشاريع كتيره، بس طبعا كل مكتب عامل مشروع بيبقى ايه، بيبقى يعني طالع بيه السما، فمش عايز ان انت يعني تنشره، ما علينا. طيب فهنا السكول ده مشروع موجود بابليك، يعني على النت اي حد يقدر ينزله. تمام، هنا مديني ايه؟ مديني ملفات المعماري وسيبها، طبعا هو ده الكهرباء والميكانيك، احنا هنعمل احنا الكهرباء خلاص، انا مش يعني ده واحد موزع كشافات، انا عايز المعماري بس، فانا كده عندي ملف المعماري هسحبه كلينك، فاقول له ايه وانت بتعلم عليه تركز على نقطه مهمه، هينزل فين؟ لازم أن تبقى اورجنت واورجنت، يعني ينزل في نفس النقطه، نقطه الايه يعني بتجمع الملفات كلها عند الاورجنت، عند النقطه الاصل اللي مرسوم منها، المهم يعني انت تختار اورجنت واورجنت خلاص، تقول له ابن كده، هو هيعمل ايه؟ هيبدا ينزل، ايوه هينزل المشروع بالليفل الجديد، شايف بقى الليفل الجديد بتاع المشروع ده، المشروع الحقيقي اللي انا هشتغل عليه ووزع عليه كهرباء، اللي هو جاي من معماري، في شوف فيه كام ليفل، ادي ليفل 0 وتحتيه اصلا ليفل سالب 2، يعني 2 متر لتحت، وبعدين في 4 متر، وبعدين في 8 متر، دي الليفلز الحقيقيه بتاعت المشروع بتاعي، فده المشروع الحقيقي، وكده انا حطيت المشروع بتاعي اللي هو ريفت على التمبلت الخاصه بالكهرباء. فاهمين يا باشمهندسين انا عملت ايه؟ دي خطوات ثابته ما فيش فيها، هي كل مره يعني انت هتعملها في كل مشروع جديد، واحد اللي بيعملها، عشان يعني واحد بيعمل السنترال والباقيين بياخدوا منه فايلات. فانا شلت الليفلز خلاص اللي كانت افتراضيه، دخلت لينك ريفت اورجنت تو اورجنت، مهم النقطه ديت. وبعدين لو انا وانا شغال كده، طبعا ده لينك، لو انا لو وقفت عليه كده كليك، لو وقفت عليه كده كليك، بص ممكن اتحرك بيه كده فيتحرك معايا، فانا كده حركت، ما بقاش اورجنت تو اورجنت، حركت المعماري، حركت الملف اللي هشتغل عليه، فاعمل كنترول زد واعمل ايه؟ اقف عليه كليك واقول له بن، بن دي يعني انت اقفله، شايف العلامه دي؟ اول ما انت يعني تدوس كليك هتلاقي عمل معاك ازرق كده، هتيجي جاي على العلامه اللي هي بتاعت ايه؟ بن، بن يعني اقفله، لو دوست كده على علامه البن، بص بقى في ايه؟ هيبقى في زي علامه قفل كده، خلاص هو ده مش هيتحرك، لو جيت احركه كده كليك واسحبه مفيش، لا مش هيستجيب معاك. فانا كده ايه قفلت المشروع، عشان من اولها كده لو حد حركه ضيعنا كلنا. انت يعني ايه ما بقيت شغال في مكان غير المكان، مشروع غير المشروع، فلازم تعمل بن للمشروع. فانا كده ظبطت الليفل بتاعتي،
مبدئيا نزلت المشروع الجديد مش الافتراضي بالليفل بتاعته وعملت له بن وثبت. الخطوه اللي بعد كده في السنترال فايل نسخ مراقبه الليفل الجديد الخاص بالمشروع. هنا بقى قال لك ايه؟ المعماري وارد ان هو وهو شغال يغير الليفلز. بص انا عايز اقول لك حاجه قبل ما نشرح ديت، لو نزلت هنا في البروجكت براوزر وجيت على علامه الريفت لينكس وفتحتها، شوف ادي اهو ام اي بي المنتري سكول، ده الريفت اللينك اللي انت لسه ساحبه، جه في اللينكات هنا. اللينك ده معناه ايه؟ معناه ان الراجل بتاع معماري اللي هو شغال مثلا وليكن هنا على المعماري دوت، لو غير الليفل، لو غير الليفل يعني لو جه ده بعد ما كان زيرو، لا رفعه الواحد متر فوق، حرك السقف فوق او تحت، قلل او غير او حرك اي ليفل، انا عايز اراقبه، عايز اقول له اول ما يحصل كده تقول لي. فانا عايز اعمل ايه؟ حاجه اسمها كوبي اند مينيتور. كوبي اند مينيتور يعني انت راقب الراجل بتاع معماري ده طول الوقت، اول ما يغير اي ليفل تعمل ايه؟ تديني الارم وتغير انت كمان. لو انا حاطط مثلا في ليفل 2 اللي هو الدور الثاني حاطط كشافات على السقف او اي حاجه، وراح الراجل ده رفع او غير الليفل، اوتوماتيك الكشافات تتغير معايا، بحيث ما يحصلش مشكله، احنا لفنا كوردينيشن في الاخر. فمعماري لو غير، فانا في اللينك بتاعي اللي هو بتاع معماري هيسمع عندي، فالليفل هيتغير. تمام؟ فانا عايز اعمل، عايز اراقب الايه؟ الليفلز ديت بتاعت المعمار، فعايز اراقبها. يعني ايه؟ هعمل حاجه اسمها كوبي اند مونيتور. هتلاقيها منين بقى كوبي اند مونيتور؟ في قائمه هنا اسمها كولابوريت. تمام؟ كولابوريت دي يعني طبعا الكلام هيبدا يعني يتعاد معاك كتير، فهتبدا تحفظ الكلام. كولابوريت دي انت يعني ملف تعاوني، يعني احنا هنتعاون مع بعض على الملف ده. المهم يعني ان القائمه دي زي ما انت هتشوف، القائمه دي فيها شويه حاجات يهمنا منها دلوقتي كوبي اند مونيتور. يعني ايه؟ خد كوبي ومونيتور، مش بس كوبي، يعني مش بس انت هتاخد كوبي من ده لينك يا شباب المعماري، ده انا يعني ده مش مشروعي، ده انا لينك ساحبه هشتغل عليه كهرباء. تمام؟ فانا مش عايز، مش هحرك الليفلز ديت ولا هاجي جنبها، انا هعمل ليفل عندي انا ككهرباء، والليفل اللي انا هعملها اللي انا هاخدها كوبي دي تبقى مراقبه الليفل بتاعت المعماري. فعشان كده مسميين كوبي اند مونيتور، مش كوبي بس، لا ومونيتور كمان. لو انت عملت كوبي، لو انت مثلا عندك ليفل هنا وليكن ال واحد، وانت عملت له كوبي فجبت ال واحد تاني هنا، ده بتاع كهرباء وده بتاع معماري، لو ده غير الكوبي ملوش دعوه، مش هيتغير. امال امتى يتغير؟ لما يبقى معمول له مونيتورنج، يبقى شايف ده. خلاص؟ فاول ما انت تغير في المعماري عندي انا ككهرباء، انا كمان الليفل بتاعي يتغير. دي الخلاصه يعني. طيب نعمل كوبي اند مونيتور ازاي من قائمه كولابوريت؟ هتروح على كوبي اند مونيتور وتدوس كليك، هتلاقي فيه سيلكت لينك، ده اللي هو لينك المعماري. هتقول له اه سيلكت لينك، هتيجي كده بص شايف انت، هتلاقي اللينك بيتعلم معاك كده ازرق، اول ما يعمل معاك ازرق كده تدوس كليك تاني كده. انت ايه بعد ما تدوس كليك؟ هو كده فهم ان انت ده اللينك اللي انت عايز تشتغل عليه. عايز تعمل ايه بقى؟ اول ما تدوس هنا كليك هتلاقي ظهر معاك كلمه كوبي اهي. بص بيقول لك انت ايه، هتاخد نسخه من ده، فتقول له كوبي. يبدا يقول لك ايه اللي انت عايز تكبيره بالظبط جوه اللينك، لان انا كنت مختار اللينك كمعماري على بعضه، انا دلوقتي عايز بقى اخد ايه جوه المعماري؟ عايز اخد الليفلز. فانا عايز اخد الليفل ده، لو انت دوست على ده، ده كده ايه انت كبيرت ده لوحده. طب انا عايز اعلم عليهم كلهم، فانا بص هنا بعد ما تدوس على كوبي هتلاقي في هنا علامه مالتيبل، دي يعني ايه متعدد، فانت هتعلم عليها دي وتروح معلم عليهم كلهم كده. خلاص؟ فانا كده بقول له عايز اخد كوبي لكل الليفلز دي. طيب لما انت بتعلم الريفت برضه عمل لك حاجه، لما تيجي تعلم، وده هتقابلها كتير، لما تعمل سيلكشن على مجموعه حاجات كتيره زي كده مثلا، فانت خدت معاك حاجات تانية، انا عايز الليفل بس، فتلاقي دايما ظهر معاك حاجه اسمها فلتر. ده بيفلتر ايه اللي انت عايزه، لو دوست عليه كليك بيقول لك انت خدت ايه، خدت الحاجات دي كلها، خدت جريد وخدت فلور وخدت فيكشر وخدت ليفلز، انا مش عايز كل ده، تشيك نان، وقول له انا عايز الليفل بس. تمام؟ واروح دايس اوكي، هيجي معلم لك ايه على بص علم على الليفل بس ولغى كل السليكشن الباقي، فبيسهل عليك. فانا المهم يعني اخترت مين اللينكات اللي انا عايز، او الليفلز اللي جوه اللينك، بعد ما ادوس كوبي وعملت مالتيبل وعلمت على دول وفلترت، ادوس فينش الصغيره. ليه فينش الصغيره؟ عشان في فينش كبيره اهي. بص في اتنين فينش، اكن يعني واحده الكوبي واحده المونيتور، فهو عاملهم اتنين فينش يعني. فاحنا بنقول ايه فينش الصغيره، تدوس عليها كليك، وبعدين طبعا عشان في واحده كبير مرتين فجايب لك الارم، وفي وتروح على ديت هتلاقي فينش الكبيره، فتدوس عليها كليك تاني. يبقى انت بعد ما تعمل كوبي اند مونيتور في اتنين فينش، خد بالك مش فينش مره واحده، فينش الصغيره وفينش الكبير. خلاص كده ايه اللي حصل؟ بص لو انت عملت زوم على الاكس هتلاقي في بقى ليفل 2 موجود مرتين اهو. بص لو حركت واحد فيهم كده، يعني لو دوست كليك
اتحركت ده كده، بيقول لك خد بالك الليفل. اه انا عارف انه اتحرك، ده بتاع المعماري اللي هو اللينك ده، انت ما ينفعش تحركه. ليه؟ لان انا عامل له بن. انما بتاع كهرباء اتحرك، بس خد بالك ان الليفل ده مراقب ده، لو معماري عدل حاجه الليفل بتاعي يعرف على طول انه عدل ويتحرك اوتوماتيك كنترول زد. فكده انا عامل كوبي اند مونيتور لكل الليفلز الموجوده في المشروع الايه المعماري. يبقى اذا اول حاجه بنتعلمها في القوائم من قائمه كولابوريت كوبي اند مونيتور، ونختار سيلكت لينك، ونختار لينك المعماري، وبعدين نعمل كوبي، ونعمل يعني متعدد اختيار متعدد مالتيبل، ونعلم عليهم كلهم، وبعدين فينش الصغيره وفينش الكبيره. لو عملت واحده بس مره هتعمل كوبي ماشي، التانيه مش هتعمل مونت، يعني لازم تدوس على دي وبعدين تروح للتانيه تدوس على فينش الكبير خلاص. وتتاكد ازاي؟ اهو انت بتلاقي الليفل جاي مرتين، وواحد متحرك وواحد ساب. طيب يبقى دي الخطوه اللي بعد كده، عملنا ايه؟ مراقبه للليفل بتاعه المشروع. طيب كده انا يا باشمهندسين تقريبا يعني ده الفايل بتاعي خلاص، في الملف التمبلت كهرباء، وفي لينك المعماري موجود اهو، وعملت مراقبه للليفلز بتاعتي. هبدا اسيف بقى المشروع ده كملف ريفيت، اقول له ايه؟ سيف از بروجكت. شوف بقى انت عايز تسيفه فين. فهنيجي هنا مثلا، انا هعمل هنا ايه جوه المشروع بتاعنا، انت هتعمل بقى يعني ملف خاص بيك، وتحط مثلا تسميه سنترال، ده اللي بعد شويه هيبقى سنترال، وحاليا مش سنترال بس احنا هنحوله يعني. فهنعمل هنا ايه؟ سنترال فايل. ده كده ملف، انا افتح الفولدر ده، ده بروجكت سميه سنترال فايل برضه، او الكتريكال سنترال فايل، الكتريكال سنترال فايل انا مسميه كده، هو مش سنترال بس انا مسميه كده مبدئيا، وادوس سيف. ده كده ايه اللي انا عملته يا باشمهندسين؟ انا اسيبه يعيش حياته واشرح شويه على ما يخلص. انا ايه، انا جبت اول حاجه، جبت تمبلت نموذج جاهز لكهرباء تمبلت خلاص. معلش احنا بنعيد الكلام كتير بس يعني عشان المعلومه لازم تستوعبها 100%. ورحت ساحب عليه لينك ريفيت، لينك معماري لينك خلاص، يبقى تمبلت، وجبت عليه لينك بقى تمبلت ولينك مع بعض في مشروع خلاص. ده اللي المشروع اللي انا هشتغل عليه. المشروع ده انا عملت له سيف از، ان هو بقى ايه، بقى فاير ريفيت خلاص. فاير ريفيت عباره عن تمبلت كهرباء مع لينك مشروع معماري، عايز اخليه يتحول لسنتر. دي الخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده ايه يا باشمهندسين؟ قال لك محتاج احوله لملف كولابوريتد موديل خلاص، ملف تعاون. عايز افهم الريفت، خد بالك الملف ده احنا هنشتغل عليه اكتر من واحد، اللي هو ملف الايه الكهرباء ده اللي هو فيه التمبلت وفيه اللينك المعماري. عايز افهمه ان في اكتر من بني ادم هيشتغل على مين، اكتر من مهندس هيشتغل على الريفت ده. فهعمل ايه؟ اجي هنا من كولابوريت اللي هي برضه نفس القائمه بتاعت الكوبا اند مونيتور، واقول له كولابوريت. بص هعمله لك ازاي، يعني بيقول لك في ايه، يعني ايه ناس متعاونه مع بعض اهي. كولابوريت ادوس عليه، يقول لك طيب انتوا هتتعاونوا يا جماعه فين بقى؟ دخلنا كده في الايه، في المضمون. السنترال فايل او الملف التعاوني ده هيبقى موجود فين؟ هو هنا بيقول لك وزن يور نتورك، يعني في هنا واحد مهندس او في مهندس تاني، وده هيبقى موجود على جهاز في النص. ايه اللي بيحصل في الشركات يا باشمهندسين؟ اللي بيحصل ان ملف الكهرباء ده بيبقى موجود على جهاز بي سي كمبيوتر، تمام. البي سي ده بيبقى جهاز يعني بمواصفات عاليه، بنسميه بقى ورك ستيشن، نسميه سيرفر، نسميه احيانا ايا كان، يعني جهاز بمواصفات عاليه، رامات عاليه، اعلى بقى من اللابتوب ومش اعلى من الاجهزه اللي معانا دي. يعني اللي انت يعني احنا بنقول لك هات جهاز عالي للريفت، لكن كمان السنترال ده يتحط على جهاز اعلى واعلى، ويبقى هارد كبير وهكذا. فاحنا بنحط جهاز، والجهاز ده يفضل ما حدش يشتغل عليه، يعني يفضل عشان ما حدش يلعب في السنترال فايل ده. فالجهاز دوت بنحط احنا عليه الملف السنترال ده، ونبدا احنا كلنا نودي عليه الداتا ده. فهو هنا نفس القصه، بيقول لك خد بالك ان ده هيبقى هنا في ملف او جهاز في النص، وانتوا كلكم هتشتغلوا عليه. طبعا هو مديك اوبشن تاني ان ذا كلاود، كلاود اللي ايه، النت، ان انت تشتري مساحه مثلا بقى على جوجل درايف، على وان درايف، على اي درايف في الدنيا. حلو. والمساحه دي بدل ما يبقى فيه جهاز والجهاز ده بنرفع، لا نعمل ايه، كلاود، نعمل على النت كده، نشتري مساحه، الشركه تشتري لكم مساحه، واحد بقى قاعد مثلا في اي دوله في العالم، واحد في دوله تانية، واحد في دوله تالتة، نقدر كلنا نعمل سنكرونايز على الفايل السنترال اللي موجود على النت. شايف بقى الدلع؟ يعني احنا ما اكتفيناش ان احنا نشتغل كتيم ورك في المكتب، لا نقدر نشتغل كمان اونلاين ونسنترال ونعمل سنكرونايز او نرفع الملفات على السنترال فايل اللي موجود على مساحه الكلاود دي.
طبعا احنا في مشاريعنا كلها خلاص بنشتغل نتورك، احنا تيم مع بعض، مفيش نت ولا بتاع، فهنختار ايه؟ نتورك. اتعمل كولابريت خلاص، دوست اوكي، اتعمل ايه؟ كولابريتد فايل. طب ايه علامة ان هو الملف خلاص بقى كولابريتد فايل، او بقى ملف تعاوني يا شباب؟ ان انت هتلاقي ظهر معاك كلمة ورك سيت، يعني دي ما كانتش موجودة اكتف قبل كده، دي بقت اكتف خلاص. هتلاقي انا مديك انديكيشن هنا كده في الشرط، بص بعد ما تعمل كولابريت وذ نتورك اوكي سيتم تفعيل الورك سيتس. هنا بقى في ورك سيت، ودي احنا هنعرفها الجايه ايه يعني ايه ورك سيت ولازمتها ايه والكلام ده في المره الجايه ان شاء الله. فانت خلاص كده ده بقى ملف بالنسبه للريفت، فهم انه الملف ده هيبقى ملف الناس هتشتغل عليه، هتتعاون على ايه؟ على نفس الملف ده. طيب دي الخطوه اللي بعدها. بعد كده تحويل، شوف السنترال جات بقى في الاخر ايه، تحويل الملف الى سنترال عن طريق فايل سيف از بروجكت وتختار اوكي. هتيجي من فايل سيف از برضه بروجكت المره الثانيه خلاص، والسنترال فايل. بص هنا كده لو دوست على كلمه اوبشن هتلاقي ايه، هو اوتوماتيك بيقول لك ميك ذس سنترال موديل افتر سيف، يعني بعد ما انت تسيف خلاص هو بقى سنترال. اوكي ماشي، ادوس سيف، هيبدا طبعا ايه يحول لك بقى الملف ده لسنترال فايل، في الليفلز الجديده، في الالكتريكال تمبلت متظبط ومعمول كوبي اند مونيتور للليفلز. خلاص كده ده بقى سنترال فايل يا باشمهندسين. ايه العلامه بتاعته؟ العلامه ان انت هتلاقي علامه السنكرونايز اللي فوق دي ظهرت. ايه السنكرونايز؟ هنعرفها واحنا شغالين، يعني ان هو ايه، ان انت المعلومات رايحه جايه، بيسينك ما بين الملفات وبعضها. فانت دي لو رجعت الخطوه شويه قبل ما نعمل سنترال فايل كنت هتلاقي دي مش متاكتفه، دي حاليا متاكتفه. لو دوست عليها هيقدر يقول لك ايه، تعمل سنكرونايز، قول اوكي، يبدا ايه يسيف ويعمل سنكرونايز. بس علامه السيف مش متاكتفه، بص عليها مش متاكتفه، دي كده معناها ان ده خلاص بقى فايل سنترال. برضه هتلاقي النود دي انا قايلها لك سيتم تفعيل السنكرونايز. يبقى انت هنا في الخطوه دي بيتعمل كولابريتد موديل، لما بيتفعل ورك سيت بيتعمل سنترال فايل، بيتفعل السينك. كده يا باشمهندس انا خلصت كل خطوات الايه السنترال فايل بدون، يعني انت بتمشي عليها بالايه، هي كده ما يعني انت تفهمها اه، بس هي ما تجودش، هي ما فيش حل تاني. بعد كده فايل وكلوز، كده انا قفلت. لو رحت بقى انا كده على الايه، على المشروع بتاعنا اهو سنترال فايل ده، كده سنترال فايل ده الكتريكال سنترال فايل ده ملف كهرباء، يقدر الراجل بتاع ميكانيكا وبتاع معماري وبتاع اي حد يدخل على الجهاز ويشوف الفايل ده ويراقبه، بيراقب شغل الكهرباء بتاعي اللي هي التركيه اللي انا قلت لك دي. انت بعد ما تعمل سنترال فايل الراجل بتاع ميكانيكا هيسحبك كلينك، زي ما انا سحبت معماري كلينك، انت خدت بالك ان انا خدت معماري كلينك دخلته عندي، هو يقدر ياخدني انا كمان كلينك يوديني عنده جوه المعماري بتاعه. طيب خلاص السنترال ده ممنوع منعا باتا اي حد يشتغل عليه، ده فايل انت ما بتفتحوش، ما بتعملش اوبن لده، انت بتاخد منه لوكال زي ما هتشوف دلوقتي. هتيجي جاي على الريفت تاني، هنا احنا كنا بنعمل نيو تمبلت، ولما بنعمل السنترال خلاص خلصنا السنترال هنفتح بقى اوبن ونروح على السنترال ناخد منه، يبص كرييت نيو لوكال، هو اوتوماتيك لوحده الراجل فهم قال لك اه انت كده وقفت على فايل سنترال، يبقى انت عايز تسحب منه ايه، كرييت نيو لوكال، انت كده عايز تسحب ملف لوكال هتشتغل عليه، هو كده فاهم ان ده سنترال وده لوكال منه، فخلاص انت كده ده ملف جديد تشتغل عليه براحتك، لكن ما بنفتحش السنترال، يعني ما تروحش تقول ايه، ما تقولش اوبن وتروح تفتح او تروح دايس دبل كليك على السنترال وتفتحه، لا ده فايل ما بيتفتحش، ده احنا شغالين عليك من شغالين منه لوكالز بس. فنقول اوبن، نختار سنترال فايل، كرييت نيو لوكال، طبعا زي ما انت شايف هيبدا برضو ايه يفتح لك بقى ايه ملف جديد. ايه علامه اللوكال يا باشمهندسين؟ هتلاقي عندك علامه السيف اكتيفيت اهي، شوف بقت اكتيف، تقدر تس كليك تسيف. لما انا بسيف الشغل بتاعي في اللوكال. طيب لو انا عايز ارفع بقى الشغل بتاعي، عملت تعديل هنا، حطيت سوكت، حطيت كشاف، عملت شويه اي شغل كده ايه، تعبت النهارده فانا اخر اليوم وانا مروح عايز اسيف شغلي او ارفعه على السنترال فايل، فبتجي دايس على علامه السنكرونايزيشن دي وتقول له اوكي. اول ما تعمل كده المعلومات والبيانات اللي هي الكشافات اللي انت حطيتها والسوكت ومش عارف ايه بتيجي رايحه، خلاص كده راحت على السنترال، راحت اتسيفت فين، اتسيفت على السنترال فايل ده، والسنترال فايل ده الراجل بتاع ميكانيكا شايفه وبتاع مين معماري شايفه. فاذا انت شغال لوكال عملت سنكرونايز، السنكرونايز دي بتعمل حاجتين، بتسيف عندك انت كلوكال سيف، وفي نفس الوقت بترفع البيانات توديها على السنترال. فانت كان الفايل قدامك فيه مثلا خمس كشافات، انت زودت خمسه كمان بقوا 10، ورحت عامل سنكرونايز بقى السنترال فايل ده فيه 10 كشافات، بقى الراجل اللي سحب لينك في ميكانيكا شايف انه بقى فيه 10 كشافات، وبقى بتاع معماري شايف انه فيه 10 كشافات، كذلك الراجل بتاع ميكانيكا يعمل سنكرونايز، فيعمل
يرفع عنده على السنترال، فانت ساحب السنترال لينك، فانت تشوف الايه التغيير اللي في ميكانيكا وتشوف التغيير اللي في، قاعدين بقى احنا ايه فراغ، قاعدين كل واحد قاعد شايف شغل التاني وعمالين ايه نعمل سينكرونايز. خلاص دي مبدأ المركزيه اللي قلت لك عليه في الاول، ان هو الريفت بيحاول يجمع كل الناس، في الاخر هو جمع المشروع ونجح، نجح بالفعل ان هو خلى كل الناس شايفه بعض وخلى كل الدنيا في حته واحده، في الاخر بقى مشروع واحد، ده سنترال ده سنترال ده سنترال وشايفين بعض. تمام. طيب قال لك هنا ازاي تعمل لوكال فايل، يعني خلاص هو يعني الحمد لله الامور ماشيه، اوبن سيلكت سنترال فايل كرييت لوكال اوكي، بس خلاص ما فيش حاجه تاني، يتم تفعيل علامه السيف والسينكرونايز. طيب خلاص نبدا بقى ايه، خلاص احنا ايه قطعنا شوط كبير، الشوط ده بيتعمل مره واحده في المشروع، تعمل سنترال فايل خاص بيك، بعد كده هتشتغل على ملف بقى طول الوقت، بقى احنا في الشغل اللي جاي سوكت واللايتنج والبانلز كل الوقت احنا شغالين على لوكالز مش شغالين على سنتر، نخلص نعمل سنكرونايز نرفع على السنترال وخلاص كده. طيب الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندسين، احنا كده هتلاحظ ايه بقى عندنا، لو جيت عند على البروجكت براوزر المشروع بتاعنا، مشروع كهرباء وفي باور، في فين بقى الادوار يا شباب، فين ده الفيشن، فين البلان فين السيلينج، فهنبدا ننزل بلان وسيلينج. هو احنا طبعا الريفت يعني زي ما احنا قلنا قبل كده في الاوتوكاد، لو انا عندي مشروع زي كده طبعا انت هتلاقيك ايه صدعت وعملت ايه تشتم في الريفت وكنا قاعدين في حالنا، بس يعني احنا لسه بنقول ايه هادي، فانت يعني اطمن يعني. طيب بص، هو هنفترض يعني بافتراض انه الشكل الجميل اللي قدامك ده المبنى بتاعنا ومتقسم مثلا يعني دورين او ثلاثة او ايا كان، فهنسمي مثلا ده ال واحد وده ال اتنين وده ال ثلاثة وهكذا. خلاص هو انا عايز اشوف السقف بتاع ده، فهو انا بتخيل ان انا بقطع الايه، بقطع بسكينه كده المبنى وابص لفوق، لو بصيت لفوق هشوف الريفليكتد سيلينج، تمام ريفليكتد سيلينج، طب لو بصيت لتحت هشوف الارضيه فهشوف الفلور بلان. خلاص فيبقى عندي انا عشان اعرف الشغل بتاعي، انا الشغل بتاعي يا اما على السقف مثلا في ليفل 1، يا اما على السقف اللي هو مثلا السقف بتاع ليفل 1 اللي هو هنا كده. خلاص فانا هقطع مثلا هنا كده بالسكينه بتاعتنا بتاعت بتاع اللي خدناها زمان في اعدادي دي، فهقطع كده لو بصيت لفوق هشوف ايه السيلينج بتاع ليفل 1 فيبقى اسمه ريفليكتد سيلينج ليفل 1. طب لو بصيت لتحت من عند القطع ده هشوف الحيطان والارضيه فيبقى اسمه فلور بلان ليفل 1. فهو الريفت دلوقتي عند الموديل جاهز، هو متخيل شكل المشروع، متخيله منين؟ من اللينك المعماري. بص كده لو جيت هنا على انت عندك ده لينك المعماري اهو، شايف انت علامه ال 3 دي اللي فوق، لو انت عايز تشوف شكل البلان 3 دي اهو تدوس على علامه ال 3 دي اهو، ادي البلان 3 دي، لو عملت لفيت البكره قدام وورا انت بتعمل زوم ان وزوم اوت، لو دوست شيفت ودوست على البكره كليك كليك وانت دايس دوسه طويله ما تشيلش ايدك، يعني انت دايس شيفت دوسه طويله كليك على البكره ده دوسه طويله، اتحركت بالماوس لفوق وتحت، تاني تدوس شيفت وما تشيلش ايدك، تدوس على البكره ما تشيلش ايدك، تتحرك بالماوس فوق وتحت، هتلاقي نفسك ايه بتعمل المبنى زي ما انت عايز كده، اللي هي المدرسه الجميله بتاعتنا دي. عايز تعمل زوم ان هتلف كده اهو، عايز تلف كده شويه فتقدر ايه تدوس كليك وتلف زي ما انت ايه شايف، ده ال 3 دي. هو جاب الكلام ده من، هو ده لينك الريفت يا لينك المعماري، ده هو ده اللينك اللي انا سحبته في الاول. خلاص فهو شايفه ك3 دي وفاهمه، هو الراجل ده الريفت دلوقتي فاهم ان ده شباك وفاهم ان دي حيطه ودي، فاهم ايه الدليل على كده، انت لو وقفت على اي حاجه من الحاجات دي هتلاقي، بص انت لو انت عايز تقف على حاجه، لو انت وقفت كده من بعيد لو دوست كليك كده بيعلم لك على المشروع ككل، لو قربت شويه ودوست على كلمه تاب قعدت تدوس تاب 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 هيبدا يجيب لك الحاجات اللي انت قريب منها، فمثلا انا دوست تاب وجيت دايس على دي مثلا، بص هنا كده ايه دوست عليه كليك تاب لحد ما دي نورت وبعدين دوست كليك، قال لك 4 في 4 ادجستبل ما اعرفش ايه 6 ايه، دي مواصفات الايه الشباك ده، معماري هو مسميه كده وعامله كده، فهو الريفت فاهم ان في ده شباك مش خطوط وخلاص. تمام طيب المهم يعني نرجع لموضوعنا، فاحنا عايزين نعمل ايه، عايزين نقطع المبنى كده ونبص على ليفل 1 و2 نشوف السقف والارضيه بتاعته. خلاص ونجيب السقف والارضيه هنا عشان نبدا نشتغل عليهم جوه كهرباء، فهنعمل الكلام ده منين؟ عايزين بص هنا كده برضه عشان نبقى ماشيين مع نفس الخطوات اللي هنا، عايزين نشوف اي برضه زي ما احنا ماشيين من قائمه فيو، نفس القائمه اللي احنا حتى الان فيو وكولابوريت اللي شغالين عليه، وانسرت دخلنا منها الريفت اللينك بتاع الريفت.
طيب من قائمة فيو هتلاقي في حاجة اسمها فلور بلان أو بلان فيو، آسف، بلان فيو دي اللي هتجيب لك البلانات بتاعة الدور الأول والثاني والكلام ده كله، فتدوس عليها كليك هتلاقي في فلور بلان وريفليكتد سيلينج اللي هو السقف، وزي ما قلنا اللي احنا قلنا هنا ايه، سقف وأرضيات بعد ما تقطع. فهو برضه الريفت فاهم وفاهم المشروع بتاعه انه في الأدوار دي، هو فاهم كل ده. فابدا اقول له خلاص هات لي فلور بلان، ادوس عليها كليك او ادي ليفل 1 ليفل 2 توب اوف مش عارف ايه ده، وفوليوم 1 و2 و3. دي من اللي عامل الكلام ده؟ معماري، معماري معرفه الكلام ده، معرفه ليفل 1 و2، معرفه اللي هي الحاجات اللي قدامك دي. فانا اقول له انا احنا في مشروعنا يا شباب هنشتغل على ليفل 1 و2 بس، سيبك من الحاجات اللي فوق دي يعني ايه ما تهمناش، انا عايز ليفل 1 و2 عشان تاخد التاسك على ليفل 1 و2. فانا اعلم على ليفل 1 و2 واقول له ايه دول، انا عايزهم فلور بلان. ليه فلور بلان؟ لان احنا هنشتغل سوكيتس، فالسوكت بتبقى على الحوائط، فبنشتغل على الفلور بلان. الكشافات بنشتغل على الريفليكتد سيلينج. في طبعا ناس بتشتغل الكشافات على الفلور بلان برضه، ويشتغل الريفليكتد سيلينج كوردينيشن، ايا كان اللي هتشتغله زي ما ايه المكتب ماشي. انا في الاخر عايز ليفل 1 و2 يجوا لي هنا، فاقول له اوكي نزلهم. بص عمل ايه؟ راح عامل لك الكتريكال تحتها باور، وعلمك علامه زائد هتدوس عليها كليك، بقى في ليفل 1 وليفل 2. لو دوست دبل كليك على ليفل 1 اهو ادي الدور الاول. عمل ايه هو الريفت؟ قطع وبص لتحت، جاب لك فلور بلان، جاب لك ارضيات وايه وحوائط اهيت وابواب، جاب لك المدرسه اهي. راجل يعني ايه ما تعبكش في اي حاجه. شفت انا بقول لك هو فاهم كل حاجه، بس انت اللي حاول تفهمه، لان هو مش هيفهمك، انت اللي تفهمه يعني. معلش خليك انت ايه، خليها عليك. لو دخلت على ليفل 2 هيجيب لك ليفل 2، مفيش مشكله. لو انت نزلت ليفل 100 نزلت بقى كل الليفلز، بتنزلها منين؟ من قائمة فيو، تختار ايه فلور بلان او ريفليكتد سيلينج، فلور بلان وتنزل الليفل اللي انت عايزه. شوف هو احنا عشان نزلناهم فهو ما بقاش جايبهم لك تاني في الفلور بلان كده. انا نزلت ليفل 1 و2، هشتغل انا على مين؟ على ليفل 1. طيب خد بالك من حاجة، انا هبدأ دلوقتي احنا كل ده شغالين جوه في اللوكال فايل بتاعي، لما اعدل هنا واغير واعمل سيف هيرفع الكلام ده على السنترال فايل. انا بقى ايه بفكرك احنا فين وبنعمل ايه. طيب بص، لو انا حبيت اقفل ليفل 1 اقفله عادي، ايه المشكله؟ اقفل. حبيت اقفل ال 3 دي اقفل، ما عندوش مشكله، بس يبقى في اي، المهم يبقى في حاجه مفتوحه، لان هو بالنسبه له دي فيوز خلاص. يعني هو بالنسبه له انت بتبص كده، انت واحد بيبص شفت شويه حاجات، هل الحاجات دي لو انا قفلتها فتحتها هتاثر على المشروع؟ لا. تمام. فانا هنا لو عايز ارجع تاني خلاص دبل كليك تاني على ليفل 1 يجيبه لك، ليفل 2 يجيبه لك، ليفل 20 يجيبه لك. شايف الدنيا كلها في مركزيه ازاي؟ في ملف واحد. طيب نكمل. يبقى انا كده عرفت ازاي اعمل ايه، اجيب بلان فيو واعمل فلور بلان. طيب هناخد بقى يا شباب، احنا كده ايه نزلنا وجهزنا الدور اللي انا هشتغل عليه اللي هو الدور الاول، وانت في التاسك هتشتغل على الدور التاني. طيب هتلاقي هو الريفت عايز بعد ما عملنا تمبلت خاص بالكهرباء وركز بقى عشان النقطه دي مهمه، الجزء اللي جاي ده مهم يا شباب مهم يعني ايه، مهم لاقصى درجه من الاهميه. الجزء اللي جاي مهم لاقصى درجه من الاهميه. طيب بسم الله، هنشرح الفيو تمبلت. الفيو تمبلت دي بقى قصه كبيره، يعني ايه الناس بتقعد يعني تتلخبط يعني ايه فيو تمبلت ويعني ايه، طب ما احنا قايلين تمبلت من شويه بقى في فيو تمبلت تاني. ايوه في فيو تمبلت تاني. هنخلص بس الفيو تمبلت وناخد بريك ان شاء الله. طيب بس انتوا ركزوا معايا لان الفيو تمبلت دي مهمه قوي. هو نفس الفكره بتاعت التمبلت. التمبلت هو الريفت اداك تمبلت كهرباء جاهزه، عشان زي شفت انت عملنا ايه بقى فيه كهرباء، انا ما عملتش كرييت للحاجات دي وباور ومش بقى جاهز، بقى في نموذج جاهز اشتغل عليه. هو قال لك انا عايز اعمل حاجه تاني، ايه بقى؟ قال لك هو كل ده بيحاول يعمل مركزيه ويعمل يخليك تشتغل بسرعه ويجمع المعلومات معاه. قال لك لو ده مثلا عندي 30 دور وانا عايز ال 30 دور اعمل لهم خصائص مشتركه خلاص، فراح قال لك هعمل فيو تمبلت. الفيو تمبلت ده يتطبق على كل الادوار دي. بمعنى ايه؟ انت لو جيت هنا مثلا على قائمه البروبرتيز دي ونزلت تحت هتلاقي ان في حاجه هنا اسمها فيو تمبلت ومسماها الكتريكال بلان. الالكتريكال بلان دي يا باشمهندسين مواصفاتها ايه؟ لو دوست عليها كليك هتلاقي ان الالكتريكال بلان دي جواها شويه حاجات خلاص. الحاجات دي لو انت يعني اللي هو عاملها دي
لو انت غيرت يعني، لو انت جيت هنا قلت الفيو تمبل ده لا انا مش عايزه الكتريكال انا هخليه نان خلاص، هتلاقي ايه هو هيطبق لك نان، يعني هيغير شويه خصائص هنا. نان دي لها مواصفات ايه ما علينا دلوقتي، بس انا اقصد انه ده تمبلت مختلف. طيب عشان ما نلخبطكوش يا شباب معلش، نرجع الكتريكال تمبلت تاني. دي التمبلت اللي هو مجهزها لك، اللي انت هتطبقها على كل الفيوز اللي جاي. ده احنا بنسميه فيو، الليفل 1 ده اسمه فيو، ليفل 2 فيو، ليفل 3 فيو، الليفل وهكذا لحد ليفل ايا كان بقى المشروع كام ليفل، كل واحد فيهم اسمه فيو. انا عايز اطبق على ليفل 1 ده تمبلت، التمبلت ده ليه خصائص. مثلا ناخد من الخصائص اللي فيه السكيل، مثلا انا عايز اخلي السكيل بتاع المشروع ده بدل ما 1 ل 100 اخليه كام؟ 1 ل 200 خلاص؟ فانا كده ايه؟ خليت 1 ل 200، لو انا دوست اوكي ايه اللي هيحصل؟ كده التمبلت ده بقى السكيل بتاعه 1 ل 200. لو انا جيت على ليفل 2 بص كده ايه اللي حصل؟ بقى السكيل هنا حتى مكتوب تحته 1 ل 200. ليه؟ لان ليفل 2 واخد نفس التمبلت او الفيو تمبلت بتاع ليفل 1، فاي تعديل انا بعمله بيسمع في كل الناس اللي واخده نفس التمبلت ده. طيب ناخد مثال تاني، هقول له هنا مثلا انا عايزك، احنا خدنا في السكيل مثلا، هقول له هنا مثلا بص كلمة كلمة ديسبلاي موديل مثلا، لو انت جيت على الديسبلاي بص فينا شوية اوبشن تحت هناخدهم واحنا مش شغالين، اللي هي مثلا دي مثلا، شايف انت هنا الخصائص بتاع دي اللي هي شكل الخطوط تبقى واضحة او مش واضحة او ايا كان، مش متفعلة. ليه مش متفعلة؟ لانه التمبلت ده ماسكها. لو انا رحت على التمبلت ده وقلت له لا سيب انت مين، سيب الخطوط دي، بص هنا تعالى كده قلت له مثلا هتيجي الديتيل ليفل ده، هو هنا كان انكلود جوه التمبلت، اقول له لا ما تخدوش جوه التمبلت اقفل. بص كده لما تيجي هنا دي لما تيجي هنا هتلاقي هنا دي لو انا عملتها فاين او كورس، بص في تغيير، شوف الخطوط بتاعت الايه بتقدر تغير من هنا براحتك، انما الاول كانت مقفوله. لو انا رجعت تاني على الالكتريكال على الفيو تمبلت ده وعملتها ان هي انكلود، يعني ما ينفعش ان انت تعدلها من بره، يعني جيب بص تيجي هنا ما بقتش اكتف. ليه ما بقتش اكتف؟ لان هي بقت جوه تمبلت. الفيو تمبلت ده انت بتطبقه على كل المشروع، فانا مثلا هاجي على التمبلت ده واقول له مثلا انا عايز اغير السكيل ده من هنا، اقدر اغير؟ لا ما تقدرش. ليه ما اقدرش اغير السكيل من هنا؟ لان هو موجود جوه التمبلت، محطوط ان هو مع التمبلت. طب لو انا شلت العلامه دي هقول له لا خليني ان انا اغير السكيل من بره مش جوه تمبلت، هيقول اوكي. بص كده تعالى على السكيل، اقدر اغير السكيل براحتي اهو، فاهمني؟ فانا هخليه ايه براحتي زي ما انا عايز، واحد لواحد ايا كان السكيل. طيب لا انا هقول له يخلي السكيل معايا، فاهمني؟ طيب يبقى انا كده التمبلت وظيفته ان هو بجمع شويه حاجات، ان احنا نظهر حاجات معينه ونخفي حاجات معينه ومش عارف ايه، وتتطبق على الكل طالما ان هو واخد نفس التمبلت. طيب تعال مثال تاني، لو انا مثلا هنا قلت له انا في الالكتريكال تمبلت ده واخد معايا الحاجات اللي انا وريتها لكم ديت خلاص. طيب لو انا جيت هنا وقلت له على ليفل 1، هو طبعا سكيل 1 ل 200 ومقفول ما اقدرش اعدل اهو. طب لو انا قلت له لا ما تطبقش التمبلت ده خليك نان، اوكي بص كده فتح لي الحاجات دي، اقدر ان انا ايه اغير فيها براحتي. تمام، يبقى انت قدامك تشتغل على الفيو، خد بالك بقى تشتغل على الفيو بطريقتين، لا اما هو مديك الحاجات بره تقدر تشتغل وتعدل وتعمل فيو براحتك، تشوف يمين وتعمل سكيل وكلام من ده، لا اما تعملها تمبلت والتمبلت ده يطبق على الفيو كلها خلاص. طب هو ليه بيعمل كده؟ هو عايزك تنجز الشغل، عايزك تعمل تمبلت جاهزه باسمك يا سيدي، تعمل تمبلت اسمه خالد احمد ايا كان، والتمبلت ده تروح مطبقه على الادوار كلها خلاص. طيب تعال ناخد مثال على التمبلت هيفهمك اكتر. انا هنا شايف قدامي دلوقتي ده كشاف، لو انا دوست لو جيت اقف كده هيعلم على الحاجات كلها، لو عملت تاب بص اقعد ادوس تاب 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 كده اي هتلاقي نور ازرق تدوس عليه، انت لو عايز تعرف ده ايه هتلاقي مكتوب ايه مش عارف ايه لايت، ده كشاف كهرباء جاي في لينك المعماري، يعني لينك المعماري حاطط كشافات كهرباء فظهر معايا. انا مش عايز اظهر الكشافات اصلا، فانا عايز اخفي الكشافات دي دلوقتي من الموديل ده. هتخفيها بايه؟ بحاجتين، يا اما تخفيها من الفيو ده بس، او تخفيها من التمبلت خلاص. لما تخفيها من الفيو، انا هنا مش عامل تمبلت هو عامله نان، لا ارجع تاني للتمبلت اللي اسمه الكتريكال بلان. قدامي طريقتين، يا اما ادخل جوه التمبلت ده واشيل منه الكشافات فساعتها هتختفي لان ده متطبق عليه التمبلت ده، او ان انا
الغيها من بره بس ما احطش تمبلت للمشروع. تعال نعمل الحالتين. انا اقول له ايه، ما تعملش تمبلت يا عم عشان الناس مش فاهمه، اعمل نان خلاص ما فيش تمبلت. عايز اخفي الكشافات دي يا باشمهندسين اعمل ايه؟ في حاجه اسمها فيزابيليتي اند جرافيكس، اختصارها في في. لو دوست على في في، واحنا هتقابلنا الكلام ده واحنا شغالين، هيجيب لك هنا المكونات بتاعه المشروع. في حاجه اسمها موديل وفي انوتيشن. موديل دي اللي هي الكومبوننت ديفايسز اللي موجوده. بص هنا كده، لو انا اخترت هتلاقي فيه معماري وكهرباء وكل الكومبوننت اللي جوه المشروع. انا اقول له ايه، خلاص اخفي كل ده، انا عايز بس اشوف كهرباء. هتشوف كهرباء هتلاقي ايه، يقول لك في نيرس كول ديفايس، في ما اعرفش تليفون، في حاجات كتير. انا عايز ايه، انا عايز الغي الكشافات. الكشافات في الريفت اسمها لايتنج فيكشر، اهي شوف معمول عليها صح، يعني هو شيء يعني ظاهره. هقول له لا اخفيها، شيل الكشافات من الموديل، تمام، وقول اوكي. شوف اختفت الكشافات، اختفت الكشافات في ليفل 1. طب لو رحت على ليفل 2 موجوده الكشافات. طب ليه؟ لان انا لغيتها من الفيو ده، مش من الفيو تمبلت، مش من يعني انا لغيتها من الفيو بس. طب لو انا مطبق تمبلت، لو رجعت تاني قلت له لا هات الالكتريكال بلان، هيرجعها لك تاني. ليه؟ لان انت كده طبقت تمبلت. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز الغي الكشافات من جوه التمبلت اللي هو متطبق هنا وهنا، بتحس تتلغي من الاثنين مره واحده. فهدخل جوه مين؟ التمبلت ده، واروح دايس على مين؟ ادي الفي في اي اللي هي الموديل، دوس عليها ايديت، هيجيب لك نفس الحاجات تاني بس جوه التمبلت بقى. اقول له خلاص اديني كهرباء اهي، اديني من هنا شيل لي اللايتنج فيكشر، شيلها ودوس ابلاي. اوكي اوكي ايه اللي حصل؟ نرجع تاني الكتريكال، احنا دوسنا الكتريكال فيكشر، لا مش دي لايتنج فيكشر يا شباب، لايتنج فيكشر. خد بالك فرق بين الكتريكال فيكشر، دي سوكتس وحاجات زي كده، هي في الريفت اسمها لايتنج فيكشر. تقول له ابلاي اوكي، كده انا لغيتها من التمبلت نفسه. اوكي شوف ايه اللي هيحصل، اتلغت من ليفل 1، ولو رحت على ليفل 2 هتلاقيها اتلغت برضه. ليه؟ لان ليفل 2 واخد التمبلت اللي اسمه الكتريكال بلان. لو عملته نان، يعني لو انت جيت على التمبلت ده وقلت له نان، لا انا مش عايزك تطبق التمبلت ده، كده انت لو انت عملت نان انت بتشتغل على الفيو ده بس، واحنا الفيو ده كنا لاغلين منه الكشافات. بص لو عملت في في هتلاقي اللايتنج فيكشر من هنا ملغيه، تقدر ترجعها تاني. هترجع فين؟ هترجع هنا بس. لكن لو جيت على ليفل 1 ما رجعتش. ليه؟ لان مطبق عليه الالكتريكال بلان، او اللي هو الفيو تمبلت اللي انت مسميه الكتريكال بلان. طب تعالى تاني على ده، على ليفل 2، وقول له لا بلاش نان وخليك الكتريكال بلان. هيطبق ايه؟ هيطبق التمبلت. فهمت؟ يعني التمبلت ده يا باشمهندسين انا بجرب لك بس على دورين. التمبلت ده لو انت عامله على 100 دور، اي حاجه انت هتعملها هتسمع في ال 100 دور دي. خلصت التمبلت، عرفت؟ هو الريفت بيحاول يسهل لك الدنيا. طيب ليه انا كنت بحكي القصه دي؟ عشان الكشافات اللي كانت ظاهره نخفيها، خلاص احنا خفيناها وما بقتش فيه كشافات موجوده، وبقى البلان ايه، بنضفه واحده واحده. شلت الكشافات كانت ظاهره بالغلط ايا يعني كان بقى، يعني معماري حاططها ايا يعني كان. طيب وتعلمت من ده ان انا ممكن في الفيو تمبلت اقدر الغي واخفي اللي انا عايزه، يعني اقدر من هنا ان انا ايه ادخل جوه الموديل وابدا اغير ايه، اشيل اي حاجه، اي حاجه انت مش عايزها تلغيها من هنا، خلاص مش هتظهر. هل مش هتظهر دي معناها ان انا حذفتها؟ لا، موجوده، موجوده في الموديل، موجوده في الثري دي، ولكن انا في الفيو ده، فيو انا مش شايفها، لكن ما حذفتهاش، ما بعملش ديليت، بخفيها بس. طيب يبقى اذا دي كلمه فيو تمبلت دي مهمه جدا، انا هاخد منها الموديل والانوتيشن. ليه الانوتيشن؟ وديت اخر نقطه وبعدين ناخد البريك. يعني الانوتيشن هو احنا هنا دخلنا في الفيو تمبلت وعملنا ايديت، جاب لنا ايه؟ موديل كاتيجوري، فلقينا فيه كل الكومبوننت بتاعتنا اللي احنا عايزينها، بس ده كديفايسز. طيب في حاجه جنبها اسمها انوتيشن. الانوتيشن دي يا شباب الخاصه بالتكست، الدايمنشن، الحاجات اللي هي ايه؟ يعني التاجز. التاج دي اللي هي ايه؟ اللي احنا كنا بنسميها في الاوتوكاد المشاوره، يعني التعريف. التعريف بتاعت الحاجه. فانا هنا مثلا انا دلوقتي ليه هدخل على الثاني، على الانوتيشن؟ لان انا دي غرف، صح؟ دي غرف جوه المدرسه، انا مش عارف ده ايه، ده معمل ولا فصل ولا ايه بالظبط. فانا عايز اظهر اسم الحاجات دي. هتقول هتظهرها منين؟ ما هي موجوده في معماري، مش معماري راسم الموديل ده ومخلصه وانا ساحبه عندي وهو مسمي الغرف دي عنده. طب هي ليه مش ظاهره عندي؟ عشان مخفيه يا باشمهندسين. طب مخفيه، مخفيه منين؟ ابدا افكر، مخفيه من التمبل، التمبلت مش ظاهر. طيب ادخل على التمبلت واقول له اظهر لي
اهو تاني يظهر لي، بدل بقى هنا كنا بنظهر الكومبوننت نفسها، هنا نظهر التكست والانوتيشن، يظهر لي التاج خلاص، اسمه تاج. التعريف بتاع الديفايسز بيبقى اسمه تاج. فانت هنا لو دوست على روم تاج اللي هي تعريفات الروم، بص ادي روم تاج زي ظاهره، اه يبقى الروم تاج ظاهر. طيب الروم نفسها هتبقى موجوده في الموديل. يعني يا باشمهندسين معلش، ايه الحته دي اللي فيها لو انت عندك مثلا المشروع دي معماري خلاص، متقسم مثلا نفترض 4 غرف، مثلا روم واحد، روم اتنين، روم تلاته، روم اربعه، 4 غرف خلاص. المعماري بيعمل ايه؟ بيرسم الروم الواحد دي ودي عنده في الموديل، زي عندك كشاف مثلا خلاص. الروم دي لها ابعاد معروفه، الريفت عارف ابعادها وارتفاعها وحوائط، فدي روم معروفه في الريفت كموديل زي الكشاف بالظبط عندك. وبيرجع يعمل تسميه جواها، يعمل لها تاج، ده المعماري اللي بيعمل الكلام ده، يقول له دي مثلا ار مثلا واحد، يعني غرفه رقم واحد تمام. فيقول له ايه دي روم واحد. فهنا الريفت بقى بيفرق، بيقول له انت هنا دي حاجات ليها ابعاد وليها ايه، ده حكمناها زي الديفايس كده، ده موديل، فنحطه في قائمه موديل، تعريف الغرفه دي شكلها عامل ازاي، حجمها يعني. ويجي التكست اللي جواها اللي هو يسماها روم واحد، ده يحطه مع قائمه الانوتيشنز اللي هي بيسميها تاج. فانا لو انا عندي المعماري زي كده مش ظاهر اسامي الغرف، ودي بتحصل كتير، بيبقى في احتمال من اتنين، لا اما الغرفه ديت في المخفيه من التمبلت، الموديل نفسه مخفي، لا اما التاج نفسه هو اللي مخفي، حاجه من الاثنين. فانا هعمل ايه؟ اروح على التمبلت اشوف الاثنين، اجي على الموديل واشوف كلمه روم، اه ما جايش ليه؟ لان بص اه ماشي، المفروض انا معلم هنا على معماري برضه يبقى معايا واستراكشر وكل ده ماشي. طيب ادي هنا روم، بص اهي روم مش ظاهره، يعني التاج موجود بس الغرفه نفسها مش موجوده، هو الريفت مش شايف، مش يعني التمبلت ده لاغي الغرفه، لاغي ان انت تشوفها. اقول له لا اظهر الغرفه، واتاكد كمان من الانوتيشن، اظهر مين التاج بتاعها اللي هي الروم تاج. طبعا انت مع الوقت هتعرف بقى روم تاج، يعني هتعرف الغرف اسمها روم وتعرف هي متعلمه اهي. اقول له اوكي وابلاي، استنى ابلاي اوكي. طيب ما ظهرتش، نرجع تاني. شوف انت ايه الفكرة، ان انت تبقى معايا وصاحي عشان انت ايه لما تقابلك مشاكل تحل بقى، يعني زي بقى هنا الروم ظهر ايه هنا، وفي الانوتيشن التاج برضو ظهر. طيب اوكي، احنا هنا في الالكتريكال بلان، اه طيب ماشي، يبقى كده كله هي المفروض تظهر، بس هي ليه ما ظهرتش حتى الان؟ عشان مش معمول لها التاج نفسه انه يظهر، يعني انت مش عامل تاج، مش عامل تعريف، مش عامل الاسم هنا. فبعمله منين؟ باجي من قائمه انوتيت واقول له تاج اول، اعمل تاج لكل الحاجات اللي انا، ايه الحاجات اللي انت عايزها؟ بص هنا هتلاقي في هنا ايه، كل برضه الكومبوننت انت تختار من هنا الروم تاج، اسف دور كده معايا على روم اهي، روم تاج اهي، هقول له اعمل لي تاج للغرف تمام، بشرط شوف خلي بالك لازم نتعلم على دي، انكلود اليمنت فروم لينكد فايلز، يعني يشمل كمان الغرف اللي جايه من اللينك، يعني انت لو ما علمتش على دي مش هيعمل تاج. بص كده لو انا ما علمتش على دي ما عملش تاج، ليه ما عملش تاج؟ لانه هو اصلا مش شايف غرف كهرباء يا باشمهندسين، هو مش شايف، انت بالنسبه له ده لينك، ده كده بالنسبه للريفت لينك، فانت بتقول له اعمل لي تاج لحاجه لازم تقول له لللينك، فاهمني؟ فهتدخل تاني على تاج اول وتختار روم تاج، تعلم عليها وتقول له انكلود اليمنت فروم لينكد فايلز، يعني اعمل تاج حتى للغرف اللي مسحوبه من اللينك، بعدين اوكي او ابلاي. اه شوف بقى ظهرت كده، شفت انت كم مرحله عشان نوصل، عشان نوصل للقصه دي. ده كلاس روم اهو، مين اللي مسمي كلاس روم؟ مسميه 1509 1507 1500، ده المعماري، بس المعماري عامل التاج ده وحطه في قائمة انوتيشن، او الريفت بيفهمه ان هو موجود في قائمة انوتيشن، والغرفة نفسها موجودة في الموديل. فانا بروح على التمبلت بتاعي الفيو تمبلت، واقول له لازم تظهر لي من الموديل، تظهر لي الروم، ومن الانوتيشن تظهر اسمها اللي هي الروم تاج. بعد ما تعمل القصة ديت تعمل انت تاج بقى للغرف، تتيج لان هو مش معمول لها تاج، يعني مش ظاهر عندك، فتعمل انت ايه تاج اول نوت تاجد، يعني اظهر التاج لكل الحاجات اللي مش ظاهرة، وتختار ان هي تكون فروم لينكد فايل.
كده هتظهر معاك كده انا خلاص مسحت الكشافات. واي حاجه زي الكشافات، مش شرط بقى كشافات بس، اي حاجه تانية تقدر انت تلغيها من هنا من موديل، مش بتمسحها بتخفيها، لكن هي موجوده. تلغي اي حاجه، افرض انت كنت لقيت مثلا كيبل تري، انا مش عايز كيبل تري، انا عايز فالغيه من هنا خلاص، الغي دي دوس اوكي خلاص، وهكذا. اي حاجه انت موجوده تقدر تلغيها مع الوقت. احنا كل شويه هنشتغل فهتفهم بقى الكيبل تري والسوكت ومش عارف ايه، فتبقى انت عارف الموديل ده من جوه ده، يعني انت بعد شويه هتبقى فاهم كل الحاجات اللي هنا دي، ما تقلقش. انا بس المهم تبقى فاهم المبدأ نفسه. والانوتيشن ده خاص بكل حاجه، كل حاجه التاج بتاعها خلاص. فانا كده ظهرت ايه كده، انا جهزت الفايل بتاعي، انا عملت شويه شغل اهو، اروح اعمل سينكرونايز، ابعت الكلام ده ايه على الفايل السنترال، بحيث ان انا يبقى الحاجات دي برضو ايه محفوظه وموجوده على السنتر. طب لو انا جيت على ليفل 2، هل هيطبق عليه نفس الكلام؟ ما تطبقش. ليه ما تطبقش؟ إيه؟ هتلاقي كل حاجه اتطبقت خاصه بالالكتريكال بلان، لكن التاج نفسه انت مش لازم تعمل تاج اول برضو هنا. هتيجي هنا تقول ايه، ادي الروم تاج، هيتعلم عليها صح، اوكي برضو ظهرت خلاص. لكن خلاص ما عدتش الخطوات اللي هي بتاعت مين، بتاعت التمبلت التاني. هو التمبلت خلاص انا عملته مره واحده، لو انت غيرت التمبلت خلاص قصه تاني، لكن انا خلاص عملت فيو تمبلت بيتطبق على كل ايه الادوار. ناخد بقى يعني 5 دقايق ريست. طيب خلاص يلا ننتقل بقى للمرحله اللي بعديها. انا خلاص كده يا باشمهندسين، بسم الله، خلاص انا كده عرفت، يعني نزلت لينك المعماري وظهرت اللي انا عايز اظهره، وخفيت اللي انا عايز اخفيه، الحاجات اللي هي ملهاش علاقه بالشغل زي الكشافات او غيره. برضه ممكن اعمل حاجه تانية، انا كنت في الاوتوكاد لو تفتكر كنا بنحاول نخلي الحاجات دي باهته شويه، المعماري كان بيبقى باهت يعني. فانا عايز اشوف كلاس روم والخط عامل ازاي، هوزع سكه الكلام تقيل كده، ممكن اعمل ايه برضه، اروح للفيو تمبل، شوف كل حاجه هتلاقيها في الفيو تمبل، اروح داخل على نفس القصه برضه من هنا على انا هنا ايه بتكلم على تاج، يبقى ادخل على الانوتيشن. تمام، بالمناسبة انت ممكن تجيبها مرة واحدة من هنا، يعني هي دي الموديل انوتيشن تحتها، بدل ما تدوسه فانا ممكن ادوس هنا ايه على دي، واقول له في الانوتيشن دي انا عايز اعمل ايه، عايز الروم تاج، انزل كده او كتبنا روم، الروم تاج زي، بص هنا كده عامل لك حاجة اسمها هاف تون. هاف تون يعني ايه؟ يعني كده يعني نص التونة. فايه، فاقول له اوكي، يعني خلي لي دي هاف تون، يعني خليها خفيفة شوية. ابلاي، اوكي اوكي شوف بقت عاملة ازاي. السؤال اللي بيسأل نفسه، لو رحت على ليفل 1 شوف هتلاقي ايه، بقت باهتة. هي دي ميزة الفيو تمبلت، دي اكتر حاجة تفهمك. خلاص بعمل حاجة بتسمع في الكل، انا ليه هتعب نفسي؟ لو انا لغيت ده وعملته نن، اقعد بقى كل حاجة تعملها هنا هتروح تعملها هناك. طب وليه؟ ما احنا بنعدل في الفيو تمبلت وبيسمع في الكل وخلاص. طيب انا كده جهزت شبه، ان انا جهزت الايه المعمل، هبدأ بقى اوزع سكك. هتفتكر بقى لما قلنا في البدايه خالص ان الراجل ريفت ده جمع لك السوكتس والكشافات ومش عارف ايه، جمع الحاجات دي في حاجه اسمها فاميلي دوت ار اف اي، فانت عايز تدخل فاميلي للسوكتس عشان اوزعها. جيت اوزع كشافات فاميلي للكشافات، جيت اوزع داتا فاميلي للداتا، فانا عايز اعمل ايه، هروح اجيب فاميلي لود فاميلي، تحميل فاميلي، اجيبها منين؟ نفس القصه من انسرت، هتدخل حاجاتي بانسرت سواء لينك زي ما خدنا لينك ريفت او فاميلي، هي بص لود فاميلي اهي، دوس عليها كليك، هتجيب فاميلي منين؟ طبعا في ريفت بينزل بفاميلي بس تعبانه يعني، الا بقى لو انت عندك حاجه. فانا في فاميلي انا مديها لكم، او فاميليز انا مديها لكم كتيره خلاص. لو فتحت ده هتلاقي عيش حياتك بقى، بس يعني في اللي هو الفاميليز ايه اللي ده، في شويه فاميلي كويسين، لانه خد بالك الفاميلي دي برضو فيها مشاكل كتيره. واحد يعمل لك السوكت شكلها مش شكل سوكت اصلا، واحد يعمل لك البتاع كبيره قوي، واحد يعمل لك صغيره قوي، فانت على ما فين على ما بتحصل فاميلي كويس. فانا هدخل على فاميلي هنا دي كده، انا طبعا عشان عارف الحاجات فاقول لك تروح على طول على اللي هي، شوف هنا دي سوكتس دي كلها فاميلي، لو انت عملت عليها كليك يمين، يعني احنا لو جينا على الفايل ده انا بس عايز اثبت لك ايه، ان هي فاميلي دوت ار اف اي، بس يعني ادي فاميلي زي الكتريكال، اي واحده من دول ماسك كليك يمين شفت بص ار اف اي فاميلي، تمام الاكستنشن بتاعه. طيب فاحنا عايز احمل ايه السوكتس، دور هنا بص كل دي سوكت 13 امبير اباف سيلينج اباف ما اعرفش ايه توينز، يعني سوكت دو في هنا حاجه اسمها ايه سوكت سنجل، دي يعني انا كنت فاميلي، اعمل لها اوبن، هيبدا طبعا يا 17 هيحولها لك ل 24 عشان انا فاتح 24
خلاص كده اتحملت جوه بقى، جوه طبعا هو بيعيش حياته. فبقى جوه الريفت في ايه؟ في الفاميلي بتاعت السوكيتس موجود، عايز اوزع بقى سوكيت هروح على السيستمز اللي هي الانظمه اللي هي فيها ايه؟ الكتريكال، اهي ادي البلامنج اخواتنا بتوع ميكانيكا، الميكانيكال اكويبمنت، مش عارف يعني حاجات ما تخصناش بقى، الاير تيرمينال خصنا من هنا الالكتريكال، الالكتريكال دي تحتها وايرز، كيبل تري، كوندوت، بارل الكوندوت ماسورتين واكتر مع بعض، كيبل تري، الكتريكال اكويبمنت، ديفايس، لايتنج فيكشر، هي الكشافات اهي. طيب اجي انا على ديفايس، السوكت بتنزل في الديفايسز دي، لو دوس هنا على السهم ده هتلاقي فيه الكتريكال فيكشر، انا قلت لك في الريفت السوكت هو عنده بيفهمها ان هي الكتريكال فيكشر خلاص. طيب وفي هنا كوميونيكيشن، حاجات خاصه بقى باتصالات اللايت كارنت والداتا والفاير الارم، اللايتنج سويتشز، ده المفتاح بينزل مع الديفايسز الخاصه هنا، انما الكشاف بينزل هنا. تمام، هو يعني ايه بينزل؟ يعني الفاميلي بتدخل في الحته دي، انا بس فاهمك، انت بتعمل لود فاميلي وبعدين بتلاقيها اختفت، راحت فين؟ جت هنا خلاص. فانت هنا ايه؟ وده سكيورتي وده تليفون، كل دي حاجات خاصه بالكهرباء، انا عايز الكتريكال فيكشر. رغم دوس عليها كليك هيجيب لك اخر حاجه انت نزلتها، اخر حاجه نزلتها هي سوكت سنجل، هي دي الفاميلي بتاعت اللي انا لسه منزلها من شويه. طيب انا بقى عايز، بص اول ما تدوس هنا نزلت ايه وانا اخترتها في عندنا كده السنجل سوكت، هاجي كده انا عايز اركب سوكت على الحيطه دي مثلا، خلاص على الوول دي. تمام، طبعا تيجي تركب مش متفعله ليه؟ بص كده اه. طيب انت المفروض لما اعمل كده السوكت تظهر، فاحط ادوس كليك. طيب انا مش ظاهره، طب ادوس كليك كده شوف ايه اللي هيحصل. شوف هنا اداك الارم بيقول لك خد بالك ان الكرييتد اليمنت اللي هي السوكيتس فيزيبل ان فلور بلان ليفل 1 فيو، يو مي وانت تو تشيك ذا اكتيف فيو بارامترز اند فيزابيليتي سيتنج. ايه بقى يعني الرغي ده كله؟ عايز يقول لك ان السوكيت دي مخفيه، الفيزابيليتي بتاعتها مش موجود. اه يبقى نرجع للفيو تمبل. بص كل مشكله هتروح تلاقيها فين؟ في الفيو تمبلت. هتلاقي ان السوكت مش ظاهره في الفيو تمبلت، معمول لها اخفاء. فنروح على الفيو تمبلت، ندخل فين؟ على الموديل، لان ده كومبوننت جوه الالكتريكال، يعني الالكتريكال متعلم عليه هو. اه طيب نشوف بقى هنا سوكتس. طبعا هي ما بيبقاش ما اسمهاش سوكت في الريفت زي ما اتفقنا، الكتريكال فيكشر خلاص. دور على الكتريكال اهي، الكتريكال بص فعلا اهي مخفيه، دوس عليها علامه صح يعني اظهر، بعدين اقول له اوكي او ابلاي واوكي خلاص كده انا ظهرتها المفروض في التمبل، المفروض كده تظهر معايا. وبعدين نشوف اهي ظهرت السوكت اللي انا لسه حاططها من شويه. تاني نرجع للالكتريكال، نختار ديفايس، اسف نختار ديفايسز، هتلاقي جت معايا السوكت. بص لما اجي كده بقى على الحيطه دلوقتي بقى بيظهر معايا السوكت من قبل ما احطها. شوف لو جيت على الجنب ده تظهر معايا، لو لفيت على الجنب التاني تظهر معايا كده. طب لو انا هنا ودوست سبيس تقلب معايا كده، سبيس تقعد ايه لو انت عايزها بالشكل ده او ده. طب لو رحت على الحيطه التانيه اللي فوق عادي، طب على الحيطه اللي هناك عادي برضه، شوف انت ايه. طب في الهواء بيقول لك لا مش عادي. ليه؟ ما هو في سوكت في الهواء. عشان كده قلت لك الريفت بيفهمك، انت تقول حط سوكت هنا في الاوتوكاد ينفع تعمل سوكت؟ ايوه ينفع في الهواء يعمل، لكن هنا في الريفت هو بيقول لك انت ايه يعني بيغلط فيك بس باسلوب مهدد، فمش هينفع ان انت تحط السوكت هنا، فايه فلازم نفهم. وخلي بالك من الاختيارات دي هنا، شوف بليس ان فيرتيكال بليس فيس فيرتيكال، يعني بص كده لو انا لما وقفت شويه ظهر لك ايه في الشرح بتاع ان هي تظهر على الفيرتيكال، على حيطه راسيه يعني ما ينفعش تحطها له كده. طب عملتها بليس اون فيس يعني على الواقع، بص كده يحطها لك كده ساعتها في الارض، انت بقى عايز تستخدمها في الارض فلور او ايا كان، فتقول له بليس اون فيس، لكن بليس اون فيرتيكال فيس يعني على حائط راسيه اللي هي السكن، فلازم ان تبقى انت مركز في دي برضه وانت بتوزع. تمام، فانا هحط بقى مثلا سوكت هنا وسوكت كمان هنا في الفصل الكلاس روم ده وسوكت هنا مثلا، خلاص انا بوزع سوكت زي الاوتوكاد بقى يا شباب. خلاص احنا يعني كده لو انت فهمت اللي فات كده انت بقيت نجم الريفت خلاص، تقدر دلوقتي ان شاء الله يعني تشتغل ريفت، بس يعني مش هتعمل انترفيو اصبر شويه. طيب وزعنا شويه سوكت زينا زي شغل الاوتوكاد، طيب عادي خلاص بدوس وادوس سبيس اللي على الجنب التاني السوكت اي شكل كان، ممكن احط هنا كمان سوكت على الول دي خلاص. عايز اشوف الشغل بتاع فين بقى ال 3 دي اللي انتوا وجعتوا دماغنا بيه، اعلم بقى على اي على شويه السوكت دول من الشمال لليمين كده مثلا. طبعا لو ما علمتش معاك هتلاقي فيه هنا سهم بتاع السيلكت، انت بص لو دوست على اللينك ده
بتاع المعماري عمال كل ما انا اجي اتحرك مضايقني، بيظهر معايا، ممكن اقول له لا ما تجيبليش اللينك، الغيه. بص كده لما اعلم كده شوف ما يجيبش اللينك. ممكن ايه تاني؟ اي حاجه. شوف بقى هنا عندك البند اليمنت، الحاجات اللي انا اعمل لها بند ممكن اقول له ما تظهرهاش برضه اللي هي منها ده. فانا بعمل سيلكت دلوقتي براحتي. طيب انا عايز اشوف الحاجات دي 3 دي، عايز اشوف الجزء ده. انا من هنا من فوق بشوف المبنى كله زي ما وريتكم من شويه، لو دوست هنا بتشوف المبنى كله. لا انا عايز اشوف حته متخصصه اللي هي ايه، السوكت اللي انا وزعتها في ليفل 1 دي، المجموعه دي عايز اشوف الغرفه دي عامله ازاي. فعلم عليهم كده خلاص، وادوس على السليكشن بوكس. ده بيظهر في قائمه موديفاي طبعا. ايه اللي بيبقى باختصاره؟ بي اكس. لا اما انت تدوس على العلامه دي، لا اما تكتب بي اكس بدون انتر، بي اكس بس. شوف هتلاقيه ظهر لك ايه من هنا كده، شايف؟ تختار دي شيدد، عشان لما كنت بشرح لكم الحته دي بتاعت الشكل اللي انت عايزه، واير فريم دي الحوائط، يظهر لك مش دي كلها يعني ايه، يعني ودي اعملها فاين كده يعني، ظبط حالك كده. شوف ادي السوكتس اللي انا وزعتها، شوف في ال 3 دي بقى شكلها فعلا سوكت، مع انها في ال 2 دي شكلها ايه؟ شكلها خطين، انما في ال 3 دي شكلها سوكت بنت ناس ايه؟ كمان 3 بول يعني، مش مزعلينك. وبص هو معمول لها يعني، شوف كده لو انت دوست عليها كليك وبعدين تدوس شيفت وتلف البكره تقدر تلف حوالين السوكت. عايز اشوف ايه اللي وراها، تعمل دي واير فريم. شوف شوف السوكت عامل ازاي، البوكس ورا السوكت، يعني الراجل ما شاء الله اللي عامل الفاميلي دي، دي فاميلي ار اف اي، الراجل بتاع شنايدر او ليجراند او ايا كان يعني، الراجل يعني اللي عامل السوكت دي، راجل مش سايب حاجه، عاملها لك 3 دي اهي، وراكبه جوه الحيطه وبارزه شويه من بره. ليه بقى؟ ده اللي هيحصل في الطبيعه وفي الواقع بالظبط. البريزه هتركب بارزه شويه، الوش بتاعها اكبر من العلبه، فاهمني التفاصيل قد ايه؟ طيب شيدت، واللي باين من بره هو بس وش الايه؟ السوكت ده، والارتفاع بتاعه. بص لو دوست هنا كليك هتلاقي هنا ايه؟ احنا قلنا دي قائمه البروبرتس، اي حاجه انت بتدوس عليها كليك بتظهر لك خصائصها هنا. لو دوست على الفاميلي دي او السوكت دي كليك هتلاقيه خد يقول لك ان دي على ليفل 1 اللي احنا واقفين عليه، اللي احنا منزلين فيها السوكت، واليفيشن فروم 400 ميل، يعني على ارتفاع الاليفيشن بتاعه على 400، يعني من الارض للسوكت 400 ميل اللي هي 40 سم يعني. ماشي مظبوط زي الفل. هي نازله بالسيتنج يعني، هو اللي عمل الفاميلي عملها اول ما انت تحطها في ال 2 دي، هنا بتنزل على ارتفاع كام في السيتنج بتاع الفاميلي، ان هي تنزل على 40 سم، هو الراجل اللي عامل، فراجل يعني ايه مظبطه. طيب السوكت اللي بعدها نفس القصه اهي، السوكت اللي بعدها وهكذا. هل ينفع ان انا اعدل اي حاجه في ال 3 دي؟ يعني ينفع ان انا ايه اقول لها مثلا تعالي كده شويه؟ ممكن عادي، بس ايه فين علامه شايف دي بتقلبها؟ بص كده لو دوست على العلامه دي اللي هي علامه المستطيل دي، تقلب لك السوكت الناحيه الثانيه. طب لو حبيت احركها كده عادي تتحرك معاك، تتحرك وتمشي ازاي برضه ثابته على الحيط اهي، تمام. انا كده حركتها بعيد، لو انا رحت على ال 2 دي هتلاقيها اتحركت. شوف سماعه، خد بالك من حاجه، وانا واقف في ال 3 دي وماسك السوكت دي، لو رحت على ال 2 دي هتلاقيها انا ماسكها برضه، هي نفس السوكت، لو حركتها هنا كده هتروح هناك في ال 3 دي هتلاقيها اتحركت برضه، تمام. طب لو انا ماسك السوكت دي ورحت على ال 2 دي، شوف هتلاقي علام لي على دي، هو طول الوقت الراجل قاعد ايه مركز معاك فضيلك، هتمسك دي هو معاك، هتحركها معاك، هتغير افرض عايز اغير اليفيشن، الملك طالب ان هي ما تبقاش على ارتفاع 400، خلاص اقف يا سيدي عليها مثلا وقول له خليها على 300 مثلا، بس بديك مثال يعني، بس خلاص دي بقت على 300، تروح على 3 دي بقت 300 خلاص اهي، على ارتفاع اليفيشن بتاعها 300، تمام. طيب انا كده وزعت سوكت وشفتها في 3 دي. احيانا الناس بتحب تعمل ايه يعني، يعني طبعا ده في الكيبل تري والحاجات اللي بعد كده، يحب يخلي دايما ال 3 دي جنبه. اما انت ممكن تعمل كده يعني، ممكن تاخد ال 3 دي ده وتعمله ايه كده، فاهمني؟ وتيجي انت شغال هنا فين يا سي؟ طبعا هنا بقى الدنيا بقت ايه، 500 شاشه فاتحين. فين ال، بسم الله، فين الكلاس روم اللي احنا شغالين عليه؟ اه احنا في ليفل 1 صح. طيب لما تلاقي كده في هنا علامه الحاجات، دوس العلامه دي بتقفلك كلوز انتر ان اكتف فيوز، يعني ايه في الحاجات اللي انا مش عايزها، دوس عليها كده خلى لك ده بس وقفل الباقي، قفلهم. مش معناه ان هو لا مسحهم، لا قفلهم، انت مش عايز الفيو ده، انا عايز الفيو ليفل 1 بس. بص هنا كده لو انا جيت على السوكت دي وقفت عليها، هي اللي هي هنا دي، شوف نورت معاك اهي، لو حركتها شويه كده يا سلام اتحرك معاك، لو جبتها كده، فانت طول الوقت شايف ال 3 دي. طب افرض انا عايز اشوف لفوق شويه كمان، هتيجي انت معلم على ده
وشفت شيفت وتدوس على البكره دوسه طويله، وشيفت دوس يعني ما تشيلش ايدك، تدوس على شيفت وتدوس على البكره، تقدر تعمل كده زي ما انت عايز. خلاص. طيب عايز ازود السري ده 3 دي شويه، لو دوست على المربع ده كده هتلاقي فيه اسهم في كل الاتجاهات، ممكن اسحب لفوق، ادوس كليك واسحب لفوق. شوف جاب لي معايا ايه؟ السقف. ادوس كليك واسحب لتحت، جاب لي معايا ايه؟ الارضيه. تمام. احنا كده ايه؟ ادي احنا خرجنا بقى، لف كده براحتك، احنا ادي السوكت بتاعتنا جوه اهي. طيب لو انا عايز الف حوالين السوكت ادوس عليها كليك وبرده شيفت، بص اقدر الف حوالين السوكت دي، هي المحور بتاع لف الفيو. عايز الف حوالين السوكت التانية ادوس عليها كليك وشيفت وبعدين الف بالبكر اهو زي كده. تمام. اقدر اشوف اي سوكت زي ما انا عايز، وادي الشباك يعني ايه، عشان تشوف انت مثلا افرض السوكت دي جت تحت شباك، فانت ممكن ايه تحركها مثلا او ايا كان يعني. طيب طيب نكمل. فانت هنا كده في السوكت دي تقدر ان انت ايه، تقدر ان انت تبقى شغال 2 دي و3 دي لو انت عايز يعني. يعني في ناس خلاص هو شايف ال 2 دي مش محتاج يبص على ال 3 دي، خلاص ماشي. بس انت بقى لما نيجي في الكوردينيشن ونيجي في ال اسمه ايه دوت، لما نيجي في الكوردينيشن بقى في الكيبل تري والكلام ده، هتلاقي نفسك محتاج تبص على ال 3 دي كتير. طبعا لسه في سكاشن، لما نيجي نقطع سيكشن هتشوف، بس يعني خليها المره الجايه دي عشان ما نديش معلومات اكتر من اللازم فالدنيا يحصل فيها. طيب فانا كده رسمت ايه السوكتس. طيب في طريقه تانية برضو، ان بدل ما انت لو يعني انا كنت بظهر ال 3 دي هنا، لو انت لاحظت اقفل دي تاني معلش، انا بظهر ال 3 دي فين؟ بعمل كده 3 دي بي اكس اهي، فال 3 دي بي كنت بسحبها كده واخليها هنا، فتجيب لك مثلا كده ايه نص الشاشه بدون كلمة يعني بدون مخبية على الريفت. في طريقة تانية ان انت تقدر ان انت تعمل برضو كده بي اكس، ظهرت ال 3 دي بعدين دبليو تي. شوف دبليو تي هيعمل ايه، هيظهر لك الاتنين كده بالريفت من فوق بدون ما يعني براحتك بأي طريقة تعجبك يعني. دي شاشة اصغر شوية، التانية اكبر، ايا كان. المهم يعني في الاخر انا بس عايز اوصل لك اللي بتعمله هنا بيسمى على طول في ال 3 دي. اقفل بقى ديت وخلينا في ال 2 دي. طيب وزعنا شوية السوكت. انا مثلا في الكود المصري بيقول لك السوكت بينها وبين التانية 3 متر 65 مثلا يعني، فانا عايز اخلي بين دي ودي 3 متر 65. اعملها ازاي؟ من قائمة او من فوق يعني، لو انت عايز اختصار على طول، طبعا من موديفاي في الدايمنشن، بس انت ممكن برضو تجيبها من هنا. تمام. لو دست على العلامة ديت تقدر تاخد مثلا الدايمنشن من السوكت دي. شوف اول ما انت طاف عليها هتلاقي بتنور كده كده في السنتر كده، انت في يعني تحت السوكت يعني، انت تلتزم بالعلامه اللي بتنور معاك دي. فانا عايز من السنتر احط هنا كليك، بعدين اسحب كده اروح على السوكت الثانيه تنور معايا ازرق، ادوس كليك تاني وبعدين اتحرك ادوس كليك بره. سبحان الله هي جايه 3 متر يعني. طيب دي كده بقت 3 متر مش عارف 4، انا عايز اخليها 3 متر 65. هعمل ايه؟ لو انا دوست كده دبل كليك على دي بيقعد يفتح لي قائمه كده، لكن لو انا مثلا مسكت السوكت دي حركتها شويه السوكت اوتوماتيك مربوطه مع الدايمنشن. خلاص يعني اول ما انت تحط السوكت على الدايمنشن على السوكت ودي بتلاقي هي اتربطت مع بعض، بقوا شايفين بعض. فلو انت جيت مثلا على التكست ده ودوست كليك تاني هتلاقيه فتح معاك، اكتب 3065. خلاص ودوس كليك هتلاقيه حرك لك السوكت دي بحيث انها تبقى 3065، ظبط لك المسافه ما بينهم ايه، بقت 3 متر 65 مثلا يعني. ده عشان لو انت عايز توزع وانت عايز تظبط مسافات، عايز مثلا ابعد عن الحيطه دي 20 سم، هجيب برضو الدايمنشن تاني دي واجي هنا من الول دي. خد بالك بقى، بص لما اجي اخد من الول بقى ايه معلم اللي جوه، انا عايز الفيز بتاع الول. فبص هنا هتلاقي هنا ايه وول سنترز، هو متعلم على السنتر، لا اقول له ايه وول فيسز. خد بالك هات لي من وش الحيطه، هيشوف علم معايا على وش الحيطه، دوس كليك وبعدين اروح على السوكت هتعلم معايا ازرق في النص كده برضو دوس كليك وبعدين اطلع كده 2 متر مش عارف كام، انا عايز اخليها مثلا متر واحد بس. حرك بس دي كده الاول او دوس كليك عليها هتلاقي ايه، اول ما تدوس عليها كليك هنا كده ده الرقم ده تقدر تعدله. خلاص اقول له 1 متر ليه 1000 انتر. طبعا اكيد مش هيسحب الحيطه، انا هيسحب السوكت اللينك، فقرب السوكت ايه ناحيه دي كده، فاهم الايه
التعديل بعدين خلاص عايز تحذف الدايمنشن بقى احذف، ما بقتش لها يعني معنى خلاص. انت كده تبدأ بقى بالطريقة دي توزع السوكت في الغرفة اللي انت ايه. طيب انا خلصت كده الكلاس روم ده، اعتبر ان انا ايه خلصت هنا الكلاس روم دوت. عايز الكلاس روم اللي جنبه تيبيكال، فاحنا في الاوتوكاد كان في ميرور، هل في هنا ميرور؟ ايوه، قائمة موديفاي اللي هي اصلا واقف عليها اهو. لو انا علمت على كل المجموعة دي كلها كده اللي هي السوكتس وقلت له اعمل لي ميرور، طبعا انا ممكن اعمل حاجة، ممكن اعمل للناس دي بن، التاج ده الروم تاج ده ممكن اعمل له بن زي المعماري، وبحيث ما اعرفش ما يقعدش كل شويه يضايقني كده. فاعمل ايه؟ هقف عليه اقول بن، بس انت كده عملت بن لواحد بس، انا عايز بن ليهم كلهم. اعمل ايه بقى؟ ادوس عليه كليك واقول كليك يمين. فاكر سيلكت في الاوتوكاد كان اسمها ايه؟ حد فاكر؟ ما اعرفش قول ولا ايه. المهم يعني هنا اسمها ايه؟ سيلكت اول انستانس فيزيبل ان فيو، يعني هات كل اللي زي دي في الفيو اللي انا فاتحه ده. ممكن تعمل انتار بروجكت يعني في المشروع كله اللي هو ليفل 2 بقى و3، لا انا عايز بس في الفيو ده. شوف علم عليهم كلهم، اقول له بن كده كلهم اتعمل لهم بن بس كده خلاص. بص لما اقف كده اعلم على دول ولا اي انداش، خلاص ما حدش منهم ايه هيقدر يتحرك ولا يجي معايا ولا اي كده. بعدين اعمل ميرور هنا كل الحاجات زي الاوتوكاد يا شباب. احنا دلوقتي شغالين الاوتوكاد، انت شايف نفسك ريفيت، انا يعني شايف الموضوع بقى زي الاوتوكاد. دي موف مثلا لو انت وقفت عليها كده اختصارها ام في بدون ما تدوس انتر، هو ام في هتلاقيه ينفذ معاك موف. دي مثلا بيعمل كوبي، ده بيعمل روتيت، اوامر الاوتوكاد العاديه، ده بيعمل ميرور اهو. طيب في اتنين ميرور، في واحد بيعمل ميرور بيقول لك ايه بيك اكسس، يعني اديني اكس هقلب عليه الحاجات. طب اللي جنبه لا بيقول لك اديني لاين او درو اكسس، انت اللي هترسم، يعني هترسم خطين. حتى انت لو وقفت شويه هتلاقي الراجل بيقعد ايه يديك زي فيديو كده ولا بتاع. ما علينا، انا عايز ميرور من خلال اكس، فهدوس على دي واجي هنا اختار الاكس اللي هو شايف السنتر بتاع الحيطه ده. اول ما طاف عليه كده هتلاقيه بيقعد ينور كده، اول ما ادوس عليه كليك وبص قلب لك الغرفه دي، جابها لك هنا من كليك واحد. تمام، ممكن اعمل ميرور تاني بس بقى المره دي اختار ايه، اختار دي ميرور هرسم انا الاكس مش هدوس عليك. فلما تيجي ترسم الاكس برضه هتختار سنتر الحيطه، هتلاقي بتديك كليك وبعدين تمشي تعمل كليك تاني، فبقى يعني اطول اكيد الاكسس ده احسن. الامر ده هنا هيظهر معاك مشكله انه في سوكت باك تو باك، واحنا قلنا الكود بيقول لك ان السوكت، هنرجع بقى للديستريبيوشن من كده، ده مش موضوعنا. المفروض بتحركه على بعد 250 مللي او 300 ايا كان، فانا عايز ابعد دول شويه عن بعض 250 مللي، فاعلم على الاثنين دول واقول له موف اهو، ادوس عليه كليك او اكتب ام في بدون انتر ام في، خلاص هتلاقي معلم لك على الاثنين. ادوس كليك، شوف وانت بتتحرك هيظهر معاك الدايمنشن اوتوماتيك لوحدها، او لما تقراها يعني تقعد كده تقرا الرقم او تكتب، وانت بعد ما دوست وتحركت كده اكتب 250 انتر او حرك لك السوكت كده. كده انا خلصت مين الكلاس روم ده. ممكن انت تقول ايه، طب ما الاثنين دول زي الاثنين دول، ممكن اعمل ميرور كبير كده، احنا بنشتغل شغل معلمين، علم على دول كلهم تجي له ميرور وتيجي من هنا على الاكس ده وتروح اعمل كده. كده انت ايه خلصت الاربع فصول دول، ممكن تعلم على دول وتعمل له برضه نفس القصه موف تحركهم لتحت 250 انتر. عملنا شويه شغل سنكرونايز، ما تنساش ليه الشغل اللي انت عامله يا باشمهندسين دلوقتي اللي انت عملته ده في اللوكال فايل، وما تسيبش اصلا. وانت دوست على علامه السيف هيعمل ايه؟ هيسيف الشغل ده في اللوكال فايل بس مش موجود في السنتر، بتاع ميكانيكا مش شايفه ولا بتاع معماري ولا اي حد، انت بسيبه عندك انت بس، عشان انت ممكن تكون في دماغك انا ممكن اعدل ممكن اعمل، فخلينا سيف لوكال. طب لو انا عملت سنكرونايز بيعمل حاجتين، بيسيف لوكال وفي نفس الوقت بيرفع على السنتر، فانا هعمل سنكرونايز نروح رافعين شويه السوكت دول على السنتر، لما تيجي المره الجايه تشتغل ان شاء الله هتلاقي السوكت دي بقت موجوده. طيب تمام خلاص كده انا وزعت سوكت، ابدا بقى ايه عيش حياتك بقى، انطلق في هذه المدرسه. ايه ممكن تعمل حاجه تانية، شايف كل الاربعه دول تقول طب ما دول ميرور من اللي تحت. ايوه ما هو الشغل بيبقى كده، علم بقى على كل الناس دي وروح اعمل لي ميرور، وتعالى شوف بقى شوف لك اكس بقى في السنتر هنا، ما اعرفش هتجيبه منين، من الباب مثلا لان الباب ده غالبا في السنتر. ممكن نعمل كده ونجرب اهو، قلب لك كل السوكت هنا بالملي، جت على الحوائط اهي، فانت كده وزعت كله. عشان بس واحد يقول لك التاسك كبير، اهو بيخلص في 5 دقائق التاسك، تخلص الدور الاول والثاني توزعهم سوكت، هو ده التاسك. فانت ايه وممكن تروح تلاقي ليفل 2، هتلاقي ممكن يكون تيبكال من 1، ممكن تخلص واحد وتروح واخدهم كلهم تجيبهم في ليفل 2 ازاي؟ دور بقى شوف لك فيديو على اليوتيوب ازاي تنقل البتاع، مش هقول لك دور عليه. طيب فكده انت وزعت كل السوكت فين؟ في الكلاس روم. تبدا انت بقى تشوف، طبعا احنا المفروض ان السوكت بتتوزع على الفرش، بس للاسف الموديل اللي معانا ما فيش فيه فرش تفصيلي،
يعني انت بس عندك الحتة دي اللي هي فيها فرش شوية. لو انت بس عملت مثلا 3 دي على الغرفة دي كده، عملنا بي اكس، جينا على التول بوكس ده وكبرنا شوية ال 3 دي، وسعناه شوية كده. طيب نقف تاني هنا، نوسع كده شوية. طب نوسع كده شوية اهو. الغرفة دي الغرف يا باشمهندس، في هنا حوض، فاهمني؟ انا بس عايز اوريك يعني الفرش بيبقى يعني مش معضلة، يعني ده حوض ومش عارف ايه. فانت ممكن تحط سكة هنا هتظهر معاك فين، لازم انت عارف هتركبها هنا ولا جوه، وده مش مكان تركب فيه سكة. فخلاص في الليفل 2 السكة اللي انا هوزعها مش محتاج احط هنا، اللي هو المكان ده. طيب افرض انا في نقطة مهمة عايزين نقولها، انا كده خلاص عرفت ان المكان ده مش هحط فيه سكة. طيب افرض انا عايز اوزع سوكت، يعني بص انت لو وقفت على السوكت دي، عايز بس افهمك النقطه اللي هي المفروض الهوستد والنان هوستد اليمنت اللي هي البند ده. يعني ايه هوستد اليمنت؟ هوستد بقى اللي هو الايه، الضيف والمضيف، يعني في واحد موجود عند التاني. انت لو وقفت على السوكت دي دلوقتي هتلاقي ايه في البروبرتيز بتاعتها؟ احنا هنا قلنا ايه. طيب كويس ان احنا عملنا الحركه دي، هوريك حاجه دلوقتي هتفهمك. بص لو وقفت على السوكت دي هيقول لك السكيدول ليفل دي نازله في ليفل 1. طيب الاليفيشن بتاعتها ما علينا، ما اعرفش اتحركت او حاجه، اهي دي مظبوطه اهي الليفل 1 400. بص كده الهوست مين المضيف ليها، يعني دي موجوده فين؟ اقف كده، هي باهته كده، اقف كده اقف عليها شويه اقرا كده، ام اي بي اليمنتري سكول اركيتكت ريفيت. دي موجوده على لينك المعماري، يعني الراجل بتاع المعماري ده لو حرك الحيطه دي السوكت دي راكبه معاه. هوستد، هوستد اليمنت يعني ايه؟ يعني هوست، يعني هي ثابته في الحيطه ديت وعارفه ان ده ايه؟ ان ده مكانها. فلو الحيطه دي اتحركت، لو انا رحت للينك المعماري وفتحته وحركت الحيطه كده، هتيجي تفتح السكه هتلاقي ايه؟ بتتحرك السكه، اتحركت معاك، هي خلاص بقت هوستد على ايه. المفروض ان الشغل الصح، الشغل الموديلنج اللي بيطلع مظبوط، ان كل العناصر اللي موجوده يا باشمهندسين جوه البرنامج تبقى هوستد اليمنت، يعني ليها بيت قاعد فيها، مكان ايه مش موجوده كده في الهواء. طيب فانت لما بتيجي تنزل سوكت الطبيعي ان هي بتيجي هوستد، يعني انا لما باجي اعمل انسرت واسف من سيستم الكتريكال واجيب سوكت واجي اعملها على الحيطه كده وادوس كليك، دي كده هوستد، اقف عليها بقت ايه الهوست بتاعه. طيب في مشكله، ايه المشكله اللي انت خدت بالك لما تيجي تعمل طيب دول كلهم هوستد اهو، في حاجة كانت مش وسط دلوقتي. ما شاء الله كلهم وسط، كان في حاجة مش وسط. ماشي، فأنت خلاص كلهم بقى موجودين. أنا بس عايزك تبقى تتأكد إن هي موجودة على الإيه، على الهوست، ومعمول لها هوست زي ده. طبعا هينطبق على الإنارة وينطبق على كل حاجة. طيب بس في هنا نقطة معينة ممكن نحتاجها قدام بعدين، إن أنت لما تقف على سوكت دي اللي أنا كنت عامل لها كوبي، هتلاقي ان السكيدول الليفل بتاعها مش جاي ليفل 1، مع ان انا في دول كان ليفل 1، فاهمني؟ بص ده ليفل 1، السوكت الثانيه اللي اتعمل لها اللي انا كبيرتها وعملت لها ميرور ما جاتش على ليفل 1. طب ازاي خلاها ليفل 1؟ خلاص يا سيدي علم عليهم كلهم تاني كده، ممكن تقول كليك يمين سيلكت فيزيبل ان فيو، وتقول له هنا بيقول لك السكيدول الليفل ده فاريو، لا اقول له خليهم لي كلهم على ليفل 1 بس، خلاص كلهم بقوا على ليفل 1 تمام. كل السوكت دي لو وقفت على اي واحده بقت على ليفل 1. طب الاليفيشن نفس القصه، ممكن تقول برضه سيلكت اول، او تعمل تعلم عليهم كلهم كده، اي طريقه تعجبك، في 100 طريقه في الريفت. شايف جاب معايا هنا حاجه فما فهمش ده ايه، عشان في حاجه تانية. اعمل ايه؟ فلتر، فلتر اهو، فاكر فلتر؟ قول له انا عايز بس مين، عايز الالكتريكال فيكشر، الغي لي بقيه الحاجات دي. جاب لك الفيكشر بقى على ليفل 1، الاليفيشن بتاعه اكتبه انت 400، انتر بس، خلاص كلهم بقى على ليفل 400. شايف بتغير كل مره واحده، وكلهم هوستد اهو. لو انت علمت عليهم كلهم ولقيت ان دي فاريز، او يعني دي مش جايب لك اللينك، يبقى في واحده فيهم مش هوستد، لازم ترجع تخليها هوست. طبعا اللود بتاعها ب 100 فولت امبير، ده في نازل في الفاميلي، ممكن نبقى الكلام ده نعدله بعدين، ما يهمناش بقى التفاصيل التانيه دي دلوقتي. يهمني كده ان كل السوكت بقت هوستد، كل السوكت بقت موجوده في ليفل 1، كل السوكت بقت موجوده على اليفيشن معين. انا ايه، انا عايز الاليفيشن ده، وانا اللي طالبه ان هو يكون كده، خلاص. طيب يبقى دي قصه الهوستد اند نان، برضه ده سؤال انترفيو، ايه الفرق بين الهوستد والنان هوستد اليمنت؟
لو انت عامله نان هوستد مش راكب على حيطه ولا على سقف ولا على مش عارف ايه، هيعمل لك مشكله. برضو خدنا قوائم موديفاي تاب، خدنا منها كوبي، كوبي سيميلر، روتيت وموف وميرور، خدنا الحاجات دي كلها ما عدا كوبي سيميلر. انت ممكن تقول ايه، انا عايز اخد كوبي من دي، فين كليك يمين وتقول كوبي سيميلر، او ان انت تدوس عليها وهتلاقي موجود هنا بص كده ايه اختصار سي اس. فين يا شباب كوبي سيميلر؟ الناس اللي معانا راحت فين؟ طيب اكتب سي اس كده، سي اس بيجيب لك السوكت هي تاني بنفس الخصائص. لو انت عملت مثلا هنا كده بدل ما تروح الفاميلي تاني، كوبي سيميلر ده بيقعد ايه يكبر لك تاني، هتلاقي نفس السوكت دي بنفس الخصائص اللي هي بتاعت الاولى، هي ليفل 1 وعلى 400 كل حاجه كوبي سيميلر، خلاص اختصاره سي اس. طيب ده بالنسبه للاوامر اللي في قائمه موديفاي. ايه في تاني؟ وروتيت طبعا، لو انت عايز تعمل روتيت وموف كل الاوامر دي قدامك زي الاوتوكاد بالظبط، ما فيش فيها يعني ما فيش فيها حاجه جديده، هي نفس الايه الشغل، طريقه الشغل بتاع الاوتوكاد. طيب بعد ما اخلص كل ده اعمل سينكرونايز واوكي كده يا شباب، يعني خلاص كده انا سنكت وخلصت كل حاجه، اقدر اقفل المشروع بتاعي وانا مطمن ما فيش اي مشكله. اقفل الفيو ده، خلينا نقول الفيو، اقفل الفيو وبعدين اقفل الريفيو كود ادخل اللاست. اجي افتح المره الجايه هفتح من السنتر، يعني بص ده كده ده لوكال فايل، ملف لوكال. لو انا قفلته ورحت افتح السنترال افتح منه لوكال هتلاقي ظاهر نفس الحاجات ديت، خلاص سمعت لان انا عملت سنكرونايز. التاسك المطلوب يا باشمهندسين لحد ما نتقابل المره الجايه ان شاء الله، هتخلص ليفل 1 و2 توزيع السوكتس كلها يعني للمنطقه دي، خد بقى هنا كافتيريا هتوزع فيها، هنا كيتشن، هنا وزع بقى كله بقى عيش حياتك يعني، يعني انطلق خلص المدرسه كلها وبص على الليفل 2 هتلاقي الحاجات اللي هنا زي انك خدها كوبي، لو لقيتها مختلفه عدلها. بعد ما تاخد السوكت وتخلص كل السوكت لازم تعلم عليهم كلهم وتتاكد ان هم على نفس الهوست، تتاكد ان هم عليهم نفس الليفل، تتاكد ان هم نفس الاليفيشن يعني، وتتاكد ان كلهم هوستد اليمنت. خلاص يا باشمهندسين، طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله في المحاضره الاولى، نكمل بقى المحاضره الجايه ان شاء الله باقي الحاجات الخاصه بالوايرنج بقى والتوزيع بتاعه السوكت. حاولوا تخلصوا التاسك قبل يعني هننزل لكم على الجروب المفروض الميعاد اللي تسلموا فيه امتى. المحاضره ان شاء الله على بكره بالكتير هتنزل على اليوتيوب، تقدر تشوفها مره واثنين وثلاثه لحد ما تظبط معاك. ركز على الفيو تمبلت كويس جدا جدا جدا، ولسه احنا هنكمل فيه، لو انت ما فهمتوش قوي جاي لنا كتير. انا حبيت نبدا بالسوكت لان انا لو دخلتك النهارده في الاناره بالنظر اللي شرحناه في الاول كنت انت ايه يعني، فالحمد لله، فانت السوكت سهله شويه يعني. خلاص طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.